السلام عليكم جميعا يعني باشمهندس هشام الصوت واضح؟ ايوه بيه ان شاء الله الصوت واضح تمام انا بشكر حضرتك بصراحه وجزاك الله كل خير على الكورس القيم ده واتمنى حضرتك كل توفيق حضرتك تقدر تتفضل دلوقتي تسلم ربنا يعزك يا رب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله باذن الله هنبتدي في المحاضره تقريبا رقم اربعه أه نشوف بس سريعا احنا خدنا ايه في الموضوعات اللي فاتت او المحاضرات اللي فاتت حتى الان أه اخر محاضره معانا كانت اخذنا فيها انواع الخطوط في برنامج السيفل والمقارنه ما بينهم وافضل الانواع دي واستخدامها كخطوط بريك لاينز أه وخدنا انواع الحدود للاسطح وتوضيح مزايا كل واحده تمام واخدنا طريقه عمل اسطح من عناصر مختلفه من خلال خطوط كنتور او من خلال نقاط اوتوكاد بدون تحويلها لنقاط سيفل. تمام وبعدين خدنا شرح خصائص الاسطح وكيفيه معرفه كل تفاصيل الاسطح من خلال الاحصائيات الخاصه بيها وقلنا الاحصائيات دي غالبا بتستخدم في الايه في الامتحانات بتاعت ايه شركه الريسك ان شاء الله بعد كده هنبقى نتكلم عن الامتحانات. عملنا شرح عمليه تحليل للسطح توضيح فوارق المناسيب بالالوان وعملنا سطح ثلاثي ابعاد واسهمه وتحديد الاتجاهات ومناطق تجمع الميه وجبنا حتى مناطق الحفر والردم والفاصل ما بينهم وما الى ذلك. كل ده شرحناه وشرحنا شرحنا برضو اظهار الكتابات المختلفه على السطح وكيفيه تعديلها وعرضنا بعض النصائح اللي لازم ايه ناخد بالنا فيها ناخد بالنا منها اثناء ايه العمل على الاسطح بعد كده بدانا في المسارات خدنا المسار الخاص بالطرق تمام وشرح خصائص المسار وكيفيه معرفه المعايير التصميميه للطرق داخل البرنامج وشرح كيفيه تعيين سرعات متعدده للمسار وبعدين عملنا ايه اه اسئله واجوبه عن ايه الموضوعات دي كلها سواء عن الاسطح او عن مين او عن ال 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 الالاينمنتس الكلام ده كان في المحاضره اللي فاتت طيب اه كنا من شويه نزلنا لينك على الجروب بتاعنا آه، لينك ده هتلاقوا فيه المفروض المل... الفولدر ده، الفولدر ده أنا عملته لكم بحيث إن المحاضرات أو الملفات اللي أنا استخدمتها في المحاضرات اللي فاتت هتلاقوها كلها موجودة هنا، وهو اللينك بالفعل نزل على الشات هنا في الـ في, الـ في الجروب. آه، هتلاقوا أول حاجة لو ملف في دي ملفات اللي هو ملف البوينتس، دي الملفات اللي استخدمناها أثناء ما إحنا كنا بنتكلم عن البوينتس بشكل عام في, في الدورة بتاعتنا. وهنا هتلاقوا حاجات عن الأسطح. والالايمنت وبرضه في هنا ملفات متنوعه، الملفات المتنوعه دي عباره عن ملفات بي دي اف وشويه روابط، البي دي اف لو بصينا عليها كنا اتكلمنا عن الناشونال كيد ستاندر والناس كانت طلبته مني هتلاقوه موجود هنا وبرضه كان طلبوا الـ الـ الجزء اللي هو خاص اللي انا بعرض بيه زي الباوربوينت كده نزلته لكم بشكل بي دي اف موجود هنا تمام؟ زائد روابط الدورات لو بصينا عليها هتلاقوا برضه اللي هي دوره الناشونال كذا ستاندر هتلاقوا الرابط بتاعها وكنا اتكلمنا عن قناه مهندس احمد بورعي والدكتور عبد الرحمن الباز وفي قناه مجمعه للتعليم السيفل اي كلام اي سوري اي روابط هنتكلم على عليها بعد كده هتضاف لنفس الملف ده نفس الملف برده هنا هنلاقي اي ابديتس بنعملها خلال الكورس ان شاء الله هتنزل كلها في نفس الرابط ده فانتوا احفظوا الرابط ده عندكم وهتلاقوا ان شاء الله كل حاجه بتفصيليا هتظهر ايه هتظهر على الملف هنا زائد اللي فاتوا المحاضرات السابقه المحاضره رقم واحد واثنين وثلاثه هنلاقي الروابط بتاعتها موجوده فين؟ موجوده هنا رابط كل واحده الرابط الاول والثاني والثالث وهم موجودين على قناه بيم تمام؟ ده اللي هو ايه الخاص بالجزئيات اللي السابقه في خط احمر ظهر عندي على الشاشه هو حد رسمه تقريبا في ريت احنا من هنا ما فيش مشكله طيب الانوتيشن خلاص طيب دلوقتي هنبتدي ان شاء الله في المره دي في في الفيديو بتاعنا سوري في الكورس بتاعنا في المحاضره بتاعتنا النهارده هنتكلم شويه برضو عن الالايمنتس لان ما كناش خلصناها المره اللي فاتت وبعدين هننتقل للايه للبروفايلز الالايمنت زي ما احنا عارفين يا اما احنا بنرسمه من خلال تولز موجوده معانا في البرنامج يا اما بنرسمه من جديد في حاله لو هو لسه عنصر جديد او ان احنا بنحول عنصر موجود عباره عن اوتوكاد بنحوله ل 7 3 دي او ان احنا بنرسم بناء على بيانات موجوده معانا سواء في ملف بي دي اف او في لوحه او ايا كان الايه البيانات اللي ظاهره معانا. دلوقتي هنبتدي نشوف مثلا مثال زي ده انا عندي مثال قايل لي بدايه الالايمنت بتاعي الايستنج والنورثنج بتاعتها كام نهايه الالايمنت بتاعي الايستنج والنورثنج كام وعاطيني البيانات الاساسيه بتاعتي بيقول لي انت عندك الكيرف وعندي شويه تفاصيل كده. فده معنى ذلك لو حتى الخط ده مش موجود انا عامله بس انديكيشن عشان ايه نشوف الرسمه بتاعتنا تطلع سليمه بعد كده ولا لا ولكن احنا هنرسم من خلال البيانات اللي موجوده معانا هنا تمام ده كده كمثال موجود معاكم تقدروا انتم طبعا ايه تطبقوه على الامثله اللي موجوده عندكم اول شيء هنا بيقول لي ان احنا عندنا مثلا النقطه الاولى دي الايست ونورث بتاعتها والنقطه الاخيره الايست ونورث وعندي الكيرف دوت الكيرف ده تفاصيله ايه بيقول لي نقطه عاده الايست ونورث دي بتبقى نقطه تلقي الخط المستقيم اللي قبل الكيرف ده والخط اللي بعده نقطه البي اي تمام واعطيني قال لي في عندك كيرف الرادياس بتاعه 40 واعطيني الطول بتاعه 25 متر واعطيني طول الان والاوت اللي هم مين هنا هو عنده هنا سبايرال الايه اللي هو بتاعه السبايرال الان 40 متر والاوت كام والاوت عندي 15 متر 600 جم 625 هنبتدي يعني نشوف التولز بتاعت البرنامج اللي ممكن ارسم بيها الحاجه زي كده اول شيء ببتدي اقول له انا عايز الاينمنت اقول له الاينمنت كرييشن تولز تمام وهسمي الاينمنت بتاعي ده مثلا ار دي RD01 وبقول له ايه؟ طبعا هنا زي ما انتم شايفين عشان اللوحه دي لوحه كاد فالستايل بتاعي جاي ستاندر والستايل الثاني جاي ستاندر ففي الحاله دي احنا عارفين ان احنا ما نشتغلش على لوحه كاد مباشره هبتدي اعلم على الداتا بتاعتي دي كلها وبقول له كنترول سي تمام؟ وبفتح ملف سيف جديد وببتدي اقول له بيست اوريجينال كوردينيت بحيث يجيب لي الملفات بتاعتي في في اللوحه سيف الجديده وفي نفس الوقت يحتفظ بمين بالستايلز اللي موجوده في الرسمه. تمام؟ هبتدي اقول له alignment اقول له alignment creation tools واقول له اللي احنا نسميها ار دي 01 تمام كده والنوع اوبرو بتاعه البروبوزد والكتابات حاليا انا مش محتاج كتابات انا عايز ايه نو no ليبلز وبقول له اوكي تمام؟ وبيظهر لي الايه التولز بتاعتي دي التولز بتاعتي زي ما انتم شايفين متقسمه مجموعه ايه تقسيمات اساسيه التقسيم الاول ده في حاله لو انا هرسم تانجنت تانجنت نو كيرف يعني انا هرسم الخطوات بناء على المسار انا بحدده على الرسم وفي نفس الوقت بقدر اضيف بي اي يعني نقطه تق... تقاطع جديده او اشيلها او بفصل المسار عند نقطه معينه وهنا دي تولز الرسم لوحدها زي ما انتم شايفين عندي هنا لو انا ضغطت هنا بيظهر لي ده ان انا هرسم لاين وعندي ثلاث انواع حاجه اسمها فيكسد وحاجه اسمها فلوتينج وحاجه اسمها فري الفيكسد اللي هو خط غير متصل بما قبله وما بعده يعني على سبيل المثال لو انا هضغط اقول له انا عايز فيكسد لاين وهرسم خط من هنا لحد هنا وبقول له انتر يبقى انا كده رسمت خط الاينمنت تمام الاينمنت ده بادئ من النقطه دي لحد نقطه النهايه دي هل ده مرتبط بشيء لو انا جيت عملت فيكس تاني امر في امر تاني اللي هو اللاين وبقول له برضه فيكس لاين تو بوينت اول نقطه هنا واخر نقطه هنا وبقول له انتر كده دي الخطين دول هم اه في ال alignment تمام وهرسم ما بينهم عباره عن فري curve كيرف او ممكن نقول مثلا فيكس فري كيرف فري كيرف بيبقى عباره عن ربط ما بين عنصرين موجودين يعني كل كل تفصيله من التفصيلات الموجوده دي بيكتب لك جنبين هي عباره عن ايه يعني مثلا قلت فيكسد لاين بيقول لي تو بوينت فيكسد لاين فروم كيرف اند فكره الفيكسد ان هو عنصر غير متصل بما قبله وما بين بعضه وما بعده وما بعده يعني ايه لو انا غيرت العنصر المتصل قبل منه هو ما, بيت, ما بيتاثرش آه, او العنصر اللي بعده برضه ما بيتاثرش الفلوتينج لازم بيكون عنصر موجود في الرسمه وانا بطلع منه يبقى انا لازم يكون العنصر ده موجود في الرسمه وبطلع منه يعني يعني ما ينفعش ارسم فلوتنج وما فيش حاجه في الرسمه او ما عنصر قبل مني او بعد مني اقدر اربط عليه يبقى الفلوتنج لازم يتربط يا يعني اما بعنصر قبله يا يعني اما بعنصر بعده ولو العنصر ده حصل فيه تغيير العنصر الاساسي بتاعي بيتغير النوع الثالث اللي هو الفري ده لازم يكون ما بين عنصرين موجودين بالفعل ففي الحاله دي لو انا حبيت ارسم كيرف ما بين الخطين اللي انا رسمتهم دول فهبتدي اقول له والله انا عايز ارسم هنا فري uh, كيرف هو بيقول لي فري كيرف فيلد بتوين تو انتيتيز وهديله له راديوس تمام كده يبقى انا هدي له مثلا النقطه الخط الاول ده والخط الثاني ده فبيسالني هل هو جريدر زان او ليس than 180 فبقول له اقل من 180 وبقول له الريديوس بتاعي مثلا كام 25 وبقول له انتر انتر فكده رسم لي عباره عن كيرف ما بين الخطين المستقيمين اللي انا رسمتهم طب لو انا غيرت اتجاه الخط اللي بعده هل الكيرف بيتغير ولا لا نشوف كده مع بعض زي ما انتم شايفين الكيرف بدا ايه بدا يتغير معايا زي ما انتم شايفين مباشره يتغير معايا وفي نفس الوقت لو احنا جينا الشاشه بتاعته هنا ادي شاشه مين شاشه التفاصيل بتاعه الالاينمنت عندنا ان الريديوس زي ما هو 25 انا مهما غيرت انا الشكل بتاعي الريديوس بيفضل زي ما هو 25 تمام اما لو هو كان فلوتنج او هو كان فيكسد فساعتها مجرد اي تغيير انا بعمله ما بيأثرش في مين ما بيأثرش في اللي بعده يعني على سبيل المثال لو انا جيت عملت له قلت له alignment alignment creation tools الار دي واحد وبقول له حتى حط لنا الليبلز وبقول له اوكي okay. وببتدي اعمل اه, fixed طبعا الفيكسد fixed ده مجرد انا بدي له ثلاث نقاط بيرسم لي كيرف تمام ولو جيت انا قلت له انا عايز اعمل fixed line ما بين النقطه دي على سبيل المثال وما بين النقطه دي زي ما شايفين اول حاجه قال لي ايه لو انا وقفت على المثلث الاصفر قال لي تانجنسي يعني ايه تانجنسي يعني الخط اللي انا رسمته دلوقتي ده رغم ان هو دلوقتي مسار واحد ولكن الخط اللي انا رسمته دلوقتي ده غير مماس مع الخط الكيرف اللي قبل منه طب لو انا حبيت اغير الكيرف هل الخط ده هيتغير ولا لا لو انا غيرت الخط زي ما انتم شايفين الخط منفصل تماما عن مين عن الكيرف اللي قبله الخط منفصل تماما عن الكيرف اللي قبله طب في الحاله دي انا اعمل ايه لو انا عايز اخلي الخط بتاعي يبقى في نفس الوقت مماس وفي نفس الوقت لو انا غيرت في الكيرف حتى هنا يتغير هو مباشره معايا يبقى نختار النوع الثاني ما انت عندك عنصر مرسوم في الرسمه في الحاله دي انا عندي عنصر مثلا الكيرف اللي موجود في الرسمه دي بدل ما بختار فيكسد بختار حاجه اسمها فلوتنج فالفلوتنج هنا بقول له هو انا عايز فلوتنج لاين يعني خط فلوتنج من كيرف اند وما بالطول باللينث فبقول له ادي الكيرف يبقى هو هيجيب لي الاند مباشره ويقول لي الطول كام؟ بقول له مثلا كام؟ على سبيل المثال 100 متر وبقول له انتر زي ما انتوا شايفين، رسم الخط وعمل لي الممسيه بتاعته، وفي نفس الوقت لو انا غيرت الكيرف بتاعي في اي وقت، على سبيل المثال هغير الكيرف اكبره شوية، زي ما انتوا شايفين الخط مباشرة بيتغير معايا وبيحافظ على الممسيه بتاعته في كل ايه؟ في كل وقت، لأن دلوقتي العنصر الخط اللي موجود ده مرتبط بالكيرف اللي ايه؟ مرتبط بالكيرف اللي يبقى لو انا وانا عنصر جديد في الرسم ومفيش اي تفاصيل فبرسمه فيكسد وبعدين اي عنصر متصل بيه ببتدي اعمله يا اما من خلال الفلوتنج وطبعا عمليه الفيكسد والفلوتنج والفري الثلاثه دول موجودين في الكيرف وفي الخط المستقيم يعني هنا في الخط المستقيم وهنا في الايه في الكيرفات لو عندي عنصرين عايز اربط ما بينهم يبقى بستخدم الفري لو عندي عنصر وعايز اطلع منه واكمل يبقى انا هستخدم الفلوتنج ولو عنصر مش موجود اساسا هبتدي من جديد يبقى بستخدم مين بستخدم الفيكسد تمام كده دي الثلاث عناصر اللي موجوده معانا ففي الحاله دي انا عايز ابتدي اعمل خط مستقيم على سبيل المثال الخط ده بيربط ما بين النقطه دي وما بين نقطه البي اي وما بين النقطه الثالثه بحيث يجاوب لي خط مستقيم وبعدين هبتدي انا اعمل حاجه في النص ما بينهم هنا اللي هي المنطقه اللي ايه منطقه الكيرف والسبايرال ما بينهم طيب اول حاجه يبقى انا هبتدي اقول له الاينمنت الاينمنت كرييشن تولز وبقول له عايز اللي ايه الستيشن اند ماينور وببتدي اعدلها بس اقول له انا عايزها كل كام كل 100 متر وكل خمسة 25 وهقول لكم بعد كده ازاي نقدر نعدلهم بشكل ابسط وبقول له اوكي فبيقول لي انت عايز ترسم ايه ففي الحاله دي انا هقول له تانجنت تانجنت نو كيرف او ان انا كنت ممكن اقول له هنا فيكسد لاين هبتدي منه وبعدين فيكسد لاين تاني ففي الحاله دي هقول له تانجنت تانجنت نو كيرف تمام قبل النقطه دي طبعا المفروض بدخله الاحداثي بكتب له الاحداثي كما هو موجود بس اختصارا لو انا هكتب بس ايه هعمل كليك هنا الاحداثي اللي موجود هنا هبتدي اكتبه انا اللي هو 5 6 واحد اتنين صفر تسعة بوينت تسعة تلاتة مع اتنين سبعة زيرو ستة واحد ستة اه واحد بوينت تمانية سبعة أربعة تمام وبعدين آخر نقطة المفروض برضه بكتب له الإحداثي ولكن اختصار معلش للوقت هكتبها إيه هاخدها مباشرة وبقول له هنا حلو دلوقتي هو رسم لي خطوط مستقيمة ما بين هنا وما بين هنا ولكن أنا عندي المنطقة دي فيها مجموعة تفاصيل إيه هي مجموعة التفاصيل دي؟ التفاصيل دي بيقول لي والله انا عندي الكيرف بتاعي هنا 40 وعندي سبايرال ان 40 وسبايرال اوت 15 7 6 كام 26 طيب ففي الحاله دي هبتدي اختار هل هختار من هنا او من هنا هنا انا ما عنديش السبايرال اساسا وهنا برضو نفس الشيء ما عنديش السبايرال السبايرال اللي هم الثلاثه التانيين دول انا عندي هنا الخط لو عندي خط بسبايرال ابتدي اشتغله من هنا لو عندي كيرف بسبايرال ببتدي اشتغله من هنا ولو هنا عندي بقى ايه العمليات الاكثر ايه الاكثر تقدما في السبايرال لو سبايرال منفصل او سبايرال ما بين خطين او ما الى ذلك يبقى انا يا إيه اما هستخدم خط في حياتي لو انا برسم خطوط فقط هنا كيرفات فقط هنا خطوط مع سبايرال وهنا كيرفات مع سبايرال وهنا السبايرال ايه؟ بحالته ايه كامله ففي الحاله دي انا عايز ايه؟ عايز كيرف مع سبايرال طيب بنشوف الحاله اللي تمشي معانا ايه؟ يعني مثلا عندي هنا بيقول لي والله في في اختيار اللي هو الفري سبايرال كيرف آه سبايرال كيرف سبايرال بتوين تو انتيز يعني ايه هيعمل لي سبايرال؟ السبايرال يعني منحنى انتقالي منحنى انتقالي ما بين الخط المستقيم وما بين الكيرف او ما بين الكيرف والكيرف عشان تبقى عمليه انسيابيه ايه انسيابيه الحركه على الطريق نفسه فبقول لي هنا السبايرال كيرف سبايرال يعني انا هعمل سبايرال بدايه وبعدين الكيرف وبعدين سبايرال بتوين تو انتيز يعني ما بين عنصرين موجودين وزي ما انتم شايفين كاتب ايه كاتب فري فري معنى ذلك ان لازم يكون في عنصرين عنصر قبل وعنصر ايه وعنصر بعد لكن فلوتنج يعني انا هيحتاج بس عنصر في الاتجاه يا اما اللي قبل اما اللي بعد ففي الحاله دي هقول له سبايرال كيرف سبايرال بتوين تو انتيز فبيقول لي العنصر الاول فين دايما بيبقى عينينا على الكوماند لاين تحت فبقول له العنصر الاول اللي هو ده بيقول لي العنصر الثاني فين فبقول له العنصر الثاني اللي هنا وبيقول لي اكتر من 180 ولا اقل عاده بتبقى اقل الزاويه زاويه الحل تمام فبيقول لي الكيرف هنا الريديوس بتاعه كام نرجع للجدول فالجدول هنا بيقول لي 40 فبكتب له 40 وانتر بيقول لي السبايرال ان لينث اللي هو اللي هي الاي بتاعتنا او السبايرال ان الان بتاعنا كام فبقول له هنا 40 تمام كده والسبايرال اوت ساعتها هو 15.625 وبقول له انتر انتر طيب نشوف كده الرسمه بتاعتنا ادي الرسمه بتاعتي لو انا ضغطت هنا وقلت له وريني التفاصيل فالبرنامج بدا يقول لي والله انت عندك في الاول خالص فيكسد لاين وفي الاخر خالص فيكسد لاين ولكن ما بينهما عندك ايه؟ زي ما انتم شايفين هو بيكتب النوع هنا ادي السبايرال سوري التايب بتاعتنا هنا انا عندي سبايرال كيرف سبايرال تمام؟ وكاتب لي التفاصيل بتاعتي هنا ادي Radius بتاع الكيرف بتاعي كام؟ وفي حاله السبايرال قال لي الطول هنا اللي داخل كام واللي خارج ايه واللي خارج كام وببتدي طبعا العمدان دي زي ما احنا قلنا بنعمل كليك يمين وبنقدر نزود اي عمدان احنا ايه عايزينها بحيث ان جبنا التفاصيل بتاعتنا عباره عن ايه تمام يبقى انا كده قدرت رسمت الالاينمنت آه بتاعي من خلال العناصر اللي مكتوبه سواء العناصر دي موجوده مثلا موجود موجود في ملف بي دي اف او موجوده على اللوحه زي ما احنا شايفينها كده وفي نفس الوقت لو احنا باصين هنلاقي ان الخط طبعا ايه أه نفس الخط الايه السفلي اللي تحت إيه منه اه نفس الايه؟ نفس الخط اللي مرسوم تحت منه مباشرة. طبعا على هذا النوع طبعا في كذا في كذا مثال ممكن إيه؟ ممكن تشتغلوا ايه؟ تشتغلوا عليه. ده في حالة لو أنا حبيت أرسم بالتولز، فالتولز زي ما إحنا شايفين يبقى في عندنا فيكسد وفلوتنج وفري وللعلم الثلاثة دول بيجي سؤال فيهم في الامتحان إيه الفرق ما بينهم؟ برضه أنا بديكوا أسئلة امتحانات أهي. آه فعندنا احنا هنا الفيكسد والفولدنج فري عرفنا يعني ان الفيكسد ده بيبقى عنصر غير متصل بحد قبله او بعنصر قبله او عنصر بعده الفلوتنج لازم يبقى متصل بطرف من الطرفين سواء قبله او بعده والفري لازم يكون متصل بالطرفين الطرف اللي قبله والطرف ايه والطرف اللي بعده تمام لو حبينا في اي وقت اللي احنا نلغي جزء من المسار بنبتدي نضغط على الايقونه دي اللي هي ايه ديليت سب انتيتي سب انتيتي لان يعني هيلغي لي عنصر واحد بس من المسار مش المسار كله تمام فلو ضغطت هنا وقلت له والله انا عايز الغي المنطقه اللي في الاخر هنا ببتدي اعلم عليها هو طبعا عشان شايف الخط الخط الكاد الاول اشيل خط الكاد استاذنكم اهو بقول له ديليت للعنصر اللي في الاخر ده وبقول له اوكي يبقى لغالي فقط الخط المستقيم اللي كان ايه اللي كان في الاخر حبيت اضيفه ببتدي انا اقول له والله انا عايز اعمل فلوتنج لاين فببتدي على فلوتنج لاين تمام وبختار العنصر بتاعي فبيقول لي الطول كام فساعتها انا مش فاكر هقول له مثلا 15 متر وانتر بدا ايه يعملها لي حبيت اعدل الطول ممكن بتعمل اكستند من هنا او بتطول الطول بتاعك من من هنا الطوله دي 15 فاقول له لا خلوني مثلا 25 متر اوكي زي ما انتم شايفين بيطول على هذا الاساس تمام يبقى ممكن انا اعدل من هنا او اعدل من الويندو بتاعتي اللي موجوده ايه اللي موجوده هنا دي كده احدى طرق رسم مين رسم المسارات تمام هنضغط هنا ونقول له شكرا هنبتدي يعني نشوف في حاله لو انا عندي مسار مرسوم زي مثلا زي كده انا عندي مسار مرسوم اوريدي وانا مش عايز عايز ايه؟ عايز عايز احوله من كاد ليه؟ لسيفل من كاد لسيفل هنشوف ايه طريقه التحويل ايه وايه عيوب اللي إيه؟ عيوب التحويل بس تاكيدا كده الصوت وصل عند الناس تمام ولا ايه؟ تمام واحد يعني تمام طيب آه نبتدي نشوف حاله العنصر ده انا عندي عندي عنصر زي ما احنا شايفين كده عباره عن آه خطوط تمام وشويه كيرفات كده آه وعايزين نحوله من من كاد لسيفل عمليه التحويل لو انا جيت هنا طبعا نتاكد هنا ايه المفروض هل معانا الاستايلات بتاعتنا ولا الاستايلات رايحه لا زي ما احنا شايفين عشان ده ملف كاد فما فيهوش استايلات فنبتدي مباشره نعمل ايه زي ما اتعودنا ناخد كوبي من الملف اللي موجود هنقول له كنترول سي وبنفتح لوحه جديده له بيست original coordinate بينزل لنا ايه الملف زي ما احنا شايفين كده تمام اول شيء ببتدي ادخل على قائمه الاينمنت فالمره دي بقى مش هقول له الاينمنت كرييشن تولز لا هقول له الاينمنت كرييت الاينمنت فروم أوبجكتس من عناصر موجوده تمام ومجرد ما بضغط عليها فبيقول لي ايه هي العناصر دي فببتدي اتعلم عليها او اللي انت لو هي عناصر منفصله زي كده زي ما احنا شايفين هتقعد بقى تضغط على واحده واحده او يفضل في الحاله دي اللي انت تعمل ايه تعمل جوين للعناصر دي تعلم عليه مثلا على سبيل المثال كده وتقول له جوين تمام كده خلاهم لك طبعا لو لو مفصول زي ما احنا شايفين كده احيانا بيتحول حاجه اسمها الاس بي لاين وده اللي يفضل ان انت ايه تتعامل معاه ففي الحاله دي نعمل ايه احنا كنترول زي زي كنترول زد كده تمام ونتاكد ان العنصر بتاعنا كله الليفلات بتاعته زيرو ادي هنا في بلوك ريفرنس ايه بقى نشوف البلوك ده فين والارك زيرو والبولي لاين البولي لاين كان مناسبه مختلفه فعشان كده اختلف فبنقول له ايه كلها زيرو تمام وفي نفس الوقت نبتدي نعمل جوين مجموعه مجموعه حتى هو هنا عمل اس بي لاين برضه نفس الشيء كنترول زد 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 ايوه كان اساسا اس بي لاين ولا ايه يا ولاد طيب جوين. نفس الشيء يبقى في حاجه واخده واخده نسيب. طيب عشان ما من نضيعش من, من, من الوقت اكتر هنبتدي نختار احنا العناصر دي مباشره على alignment الاينمنت فروم اوبجكتس تمام كده وبختار له العناصر بتاعتي زي ما احنا شايفين كده مثلا على سبيل المثال طبعا هو يفضل طبعا كانت كلها ايه بولي لاين واحد ده وده وده مبدئيا والخط المستقيم ده وبقول له انتر فبيقول لي الاتجاه بتاعك اتجاه الحركه زي ما انتم شايفين مع الاسهم كده فبقول له اوكي لو لو اتجاه الحركه معكوس فبنضغط له على كلمه ريفرس هنا يعني عكسها لي ففي الحاله دي انا بقول له اوكي ما فيش مشكله ان انا عندي البدايه من هنا ومتجه ناحيه الشمال وبقول له اوكي فبيطلع لي الويندو الويندو بتاعتنا فبيقول لي الالاينمنت بتاعك هيبقى اسمه ايه؟ كالعاده ار دي 01 مثلا نوع ايه سنتر لاين وهل عايز ال الستايل بتاعه ايه وعايز كتابات عليه ولا لا ولكن في اوبشن موجود معانا هنا ما كانش موجود قبل كده اللي هو بيقول لي ايه بيقول لي اد كيرفز بتوين تانجنتس يعني اعمل لك خطو... كيرفات ما بين الخطوط المستقيمه فبقول له لا ما ليش حاجه وبيقول لي اريز اكزيستنج انتيتيز يعني العناصر اللي موجوده دي عامل لها اريز ولا لا ففي الحاله دي برده بقول له ايه بقول له لا عشان انا عايز العناصر دي وبقول له ايه وبقول له اوكي زي ما احنا شايفين بدا هنا نعمل ار اي بدا مباشره يعمل لي مين يعمل لي المسار بتاعي من الخطوط اللي كانت موجوده وفي نفس الوقت طلع لي شويه الانديكيشنز او العلامات دي لو وقفنا على اي علامه فيهم بيقول لي ايه تانجنسي فايوليتد يعني ايه يعني هنا الخط ما فيهوش مماسيه ما فيهوش ايه مماسيه ما بين ايه ما بينهم وما بين بعضهم تمام لو عملت e, ار ونفس الشيء لو احنا ضغطنا هنا زي ما انتوا شايفين انا عندي هنا ده خط مستقيم وبعدين عندي شويه خطوط مستقيمه صغيره صغيره صغيره, صغيرة وبعدين عندي كيرف تمام <applause> وزي ما انتم شايفين ان, إن الايرور ظهر عندي ما بين الخط المستقيم الاخير ده والكيرف هنا ونفس الشيء ما بين الخط المستقيم والكيرف. نفس الشيء قدام هنا لو عملنا زوم هنلاقي برضو الايرور ظهرني هنا والايرور ظهرني هنا. سؤال هل الايرور ده اجباري اللي انا اصلحه؟ آه لا الايرور مش اجباري ان انت تصلحه هو بس كل ما هنالك ان طبعا هو يفضل طبعا ان انت تصلحه ولكن لو انت حبيت على نفس الوضع اللي جاي لك ده انت مش هتقدر تغير فيه ممكن تتعامل معاه كده ولكن احنا هنشوف طريقه تانية احسن لعمليه ايه تحويل المسار من كاد لزيبل زي ما احنا هنشوف ايه نشوف دلوقتي ان شاء الله فدلوقتي اول اول مشكله ظهرت لي ان بيظهر لي ايرور زي كده دي المشكله الاولى المشكله الثانيه ان انا عندي المفروض المنطقه زي ما انتم شايفين المكسره الصغيره دي هي منطقه ولكن هو شاف عباره عن خطوط مستقيمه كتير لو انا حتى بصيت هنا وقلت له جيومتري uh, اديتور وقلت له وريني عناصر الرسم اللي عندك فزي ما انتم شايفين شافها لاين 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 وبعدين لاين وكيرف لاين وبعدين لاينات كتير قوي وبعدين لاين وكيرف لاين رغم ان هو المفروض ما بيكونش كده هو منطقه كل اللاينات اللي في اللي قبل الكيرف دي كلها كل عباره عن ايه كلها عباره عن اللي هي المجموعه دي كده لو احنا بصينا من اول هنا لحد هنا المجموعه دي كلها كل كانت عباره عن سبايرال ولكن هو ما شافش سبايرال ما شافش السبايرال بتاعه تمام كده فلا يفضل ان احنا نحول المسار مباشره من كاد خاصه لو في سبايرال لكن لو خط مستقيم مع كيرفات ما فيش مشكله لكن لو خط مستقيم مع كيرفات وفي ما بينهم سبايرال اللي هو منحنيات الانتقاليه لا يفضل تماما عمل كده ليه لان حتى لو جينا بعد كده وحبينا نحسب السوبر اليفيشن هيبتدي يعتبر لي كل خط من الخطوط دي خطوط منفصله وهيطلع لي الداتا غلط فبالتالي ونفس الشيء لو ان احنا عملنا بعد كده نعمل تقرير على سبيل المثال نقوله في التول بوكس وجينا في الريبورت وقلنا له في وعملنا اللي هو الستيشن كيرف تقريبا ستيشن اند كيرف وبقول له اوكي طلع لي كده المسار او زي ما انتم شايفين طلع لي هنا قال لي تانجنت 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 كلها خطوط مستقيمه خطوط مستقيمه وبعدين جاب لي الكيرف حين زي ما قلنا المنطقه دي كلها عباره عن منطقه ايه سبايرال مش مش خطوط مستقيمه فبالتالي لا يفضل التحويل مباشره زي ما ولكن لو التحويل ما بين خط مستقيم وكيرفات يعني المسار بتاعي خط مستقيم وكيرف فقط يبقى ما فيش ايه مفيش مشكله تمام آه، في عندنا مشكله في الصوت في مشكله في الصوت الصوت تمام طيب على بركه الله طيب ي... الافضل بقى اللي احنا نعمل ايه آه، طبعا احنا هنتعب شويه في الموضوع ولكن العمليه هتبقى اسهل ان شاء الله بعد كده زي ما انتم شايفين انا عندي هنا الخط ادي الخط المستقيم وعندي منطقه اللي زي ما انتم شايفين متجمعه مع بعض كده وادي خط الايه الكيرف اختار الكيرف اعمل كليك يمين وقول له سيلكت سيميلر تمام كده اختار لي كل الكيرفات اللي على المسار وابتدي غير لونها على سبيل المثال نعمل معلش تاني اختيار ليها تقول له سيلكت سيميلر وتغير اللون بتاعها مثلا اللون اصفر حلو ونفس الشيء عندك المناطق السبايرال اعمل عليها سيلكت سيميلر وتختارها تخليها لونها مثلا ايه لونها ازرق حلو يبقى انا كده صنفت الثلاث اصناف اللي عندي اللي موجوده في الخط خط مستقيم وعندي سبايرال وعندي ايه وعندي كيرف تمام يفضل بقى هنا نعمل الاتي نبتدي نقول له انا عايز اعمل مسار جديد احنا طبعا زي ما قلنا هنتعب شويه في المسار ولكن هيدينا ايه هيدينا نتيجه افضل واحسن بكتير من الايه من الطريقه العاديه هبتدي اقول له والله انا عايز اعمل المسار اللي هو الار دي 01 وزي ما انتم شايفين الجزء اللي تحت هنا مختفي معايا لان انا بعمل مسار من جديد وهبتدي احط المسافات بتاعتنا او الكتابات بتاعتنا على الرسم تمام وبقول له ايه وبقول له اوكي فبيقول لي انت هتبتدي منين فبقول له والله انا عايز اشتغل كلها خطوط مستقيمه تانجنت تانجنت تمام كده مجرد ما ابتدي اختار تانجنت تانجنت ممكن اختار من هنا مباشره في حاله لو انا عندي نقطه التلاقي الخطين مع بعض ابتدي تانجنت تانجنت ما عنديش هبتدي اعمل ايه فيكسد لاينز فيكسد لاين خطوط مستقيمه هبتدي اخد من هنا واوصل لحد نهايه الخط المستقيم وبقول له انتر زي ما انتم شايفين رسم الخط بتاعي وفي نفس الوقت كتب لي الكتابات عليه حاجه ابتدي اقول له خط مستقيم تاني من النقطه دي لحد النقطه دي وبضغط انتر لو احنا ضغطنا على الاينمنت بتاعنا دلوقتي زي ما انتم شايفين الاينمنت بتاعي بدا من هنا لحد هنا وبعدين من هنا لحد هنا المنطقه اللي في النص ما فيهاش الاينمنت ما مسار فبالتالي زي ما انتم شايفين الكتابات وقفت لحد هنا مش مكمله ليه لان ما دام الخط الاينمنت مش متصل هتلاقوا ان الكتابات خلاص انفصلت كده لو جينا بصينا هنا مش هنلاقي القسم التاني اللي هو الخط التاني رغم ان الخط الاولاني موجود اهو والخط التاني مرسوم ولكن عشان مش متصلين فما بتبانش البيانات بتاعته فلازم ناخد بالنا دايما من الجزئيه دي لان أحيانًا بيبقى الالايمنت كده وفي منطقه جاب بسيطه بين الخط ده والخط ده مثلا وما بتبقاش باينه فبالتالي لازم تبقى عينك دايما فين عينك دايما في الشاشه دي عشان تتاكد ان الخط اتصل طب الخط هيتصل ازاي لما نحط الداتا اللي في النص اللي هنا في الحاله دي انا هبتدي برضه هقول له فيكسد لاين تاني من الخط من النقطه دي لحد النقطه دي وبضغط ايه؟ وبضغط انتر، حلو؟ واخيرا اخر خط مثلا اللي هو من هنا لحد هنا وانتر، طبعا احنا المفروض بنكمل كل ايه؟ كل البروجكت بتاعنا او المشروع بتاعنا الخطوط المستقيمه انا في رايي يعني، واقول له اختار له زي ما احنا شايفين لو احنا بصينا الاختيار اللي انا مختاره اختار الجزء الاول هنا، الجزء الثاني، الجزء الثالث والجزء ايه؟ والجزء الرابع، ولكن فعليا هو شاف ايه؟ جزء واحد فقط لانه ايه؟ لانه مش متصل. تمام طيب هبتدي اعمل ايه هبتدي اشوف انا بقى عندي منطقه السبايرال دي طولها كام هنا على حسب الطول عندي الطول 17 متر تمام يبقى السبايرال ان 17 والسبايرال اوت 17 وعندي الخط الكيرف اللي موجود ده الرادياس بتاعه كام الرادياس بتاعه 100 يبقى هبتدي اقول له والله انا عايز اعمل هاجي هنا واقول له فري سبايرال سبايرال كيرف سبايرال بين تو انتيتيز وبقول له العنصر الاول اللي هو العنصر ده طبعا هو ممكن مش شايفه عشان الخطوط دي ار انتر مرتين وبعدين الخطوط الحمراء دي بقول له سيلكت سيميلر والغي لي الخطوط الحمراء طيب هبتدي هنا اقول له انا عايز اعمل سبايرال كيرف سبايرال بتوين تو انتيز ادي العنصر الاول وادي العنصر الثاني تمام والزاويه اقل من 180 الكيرف بتاعي كان 100 تقريبا والطول الداخل 17 والخارج 17 وبقول له انتر انتر زي ما انتم شايفين لو احنا بصينا عملنا ار -E. اي تمام وجينا على الخط بتاعنا هنلاقي الخط بتاعنا مباشره فوق الخط الاساسي نفس الوقت نطلع ليش ايرورز هنا نفس الوقت كمل لي الداتا من اول هنا لحد النهايه هنا لحد نهايه الخط المستقيم الثاني يعني كده اتصل ولو بصينا في العناصر بتاعه الطريق بتاعتنا هنلاقي العنصر شاف هو قال لي عندك خط في الاول وبعدين عندي آه سبايرال كيرف سبايرال وعندي خط في الاخر خالص يبقى كده حقق لي مين حقق لي التصميم الفعلي مظبوط اعطاني ما عطانيش اي ايرورز موجوده وفي نفس الوقت اللي انا حبيت اعمل تقرير على الوضع اللي موجود وبقول له اوكي اوكي زي ما انتم شايفين طلع لي هنا قال لي التانجنت وبعدين السبايرال بتاعتي الداتا ايه وبعدين الكيرف بتاعتي الداتا ايه والسبايرال الثاني الداتا بتاعته ايه والتانجنت الاخير ايه يبقى كده هيطلع لي تقرير مظبوط لو انا حبيت احسب السوبر ليفيجن هيطلع لي الداتا بتاعته مظبوطه في نفس الوقت ما تعمليش اي ايرورز موجوده على الرسم معنى ذلك ان الشغل بتاعي ايه الشغل بتاعي سليم نفس الشيء هبتدي اعمله في اللي بعده مباشره هنا الطول عندي 50 متر الراديوس بتاعي هنا 20 والطول هنا كام؟ والطول هنا 50، يبقى برضه هقول له هنا ادي سبايرال كيرف سبايرال، ادي ما بين الخط ده وما بين الخط ده، احنا قلنا آه اقل من 180، تمام؟ الكيرف ال ال كان، والله نسيت الكيرف كان كام؟ معلش انا اسف، نرجع تاني، الكيرف 200 اه، والطول هو اللي 50، ماشي، يبقى سبايرال كيرف سبايرال، بيتوين تو انتيز، ادي العنصر الاول، العنصر الثاني، اقل من 180، الكيرف بتاعي 200، والان 50 متر والاوت 50 متر انتر انتر زي ما انتم شايفين كملها لي واعطيني ايه نفس الداتا التفصيليه بتاعت ايه بتاعت الشغل بتاعنا كمل الخط من البدايه لحد فين لحد النهايه تمام ولو بصينا في الداتا بتاعتنا هنلاقي اهو ادي الخط المستقيم والخط المستقيم والخط المستقيم هو عندي ما بينهم مين سبايرال كيرف ايه سبايرال يبقى كده طلع لي الداتا سليمه ابتدي بعد كده اكمل المشروع كله على هذا ايه على هذا الاساس تمام أه لو عندكم انواع ثانيه مثلا على سبيل المثال في بتيجي منطقه مثلا هنا أه زي كده ادي سبايرال كيرف سبايرال كيرف سبايرال يعني مجموعه حاجات دي احنا ممكن حتى نحلها سريعا انا هعمل خط مستقيم من النقطه دي لحد النقطه دي تمام وابتدي اعمل خط مستقيم ثاني من النقطه دي لحد النقطه دي ايوه احنا مش في النهايه تمام طيب يبقى احنا عندنا هنا ايه وهنا برضو نفس الشيء احنا مش في النهايه استاذنكم بس في النهايه طيب يبقى يعني انا عندي هنا سبايرال طوله 50 متر وبعدين كيرف الريديوس 250 استاذنكم بس اكتب وبعدين عندي هنا سبايرال تاني عباره عن 50 متر وبعدين سبايرال تالت حلو كده اللي هو طوله 29 متر بوينت زيرو تلاتة تسعة وبعدين كيرف ماشي اللي هو الكيرف ده عبارة عن آه راديوس بتاعه 1350 وآخر حاجة خالص السباير الصغير اللي هنا ده طوله 23 متر حلو طب في الحالة دي نقدر نستخدم ايه ممكن بقى نستخدم الحاجات الأكثر الاكثر ايه الاكثر تقدما شويه اللي هي عندي مثلا انا عندي هنا كيرف الاول والكيرف الثاني كيرف عكسي يبقى هبتدي اختار من هنا واقول انا عايز ايه ويز ريفرس كيرف اهو عندي سبايرال كيرف سبايرال سبايرال كيرف سبايرال يبقى نفس الحاله بتاعتي بتوين تو تانجنت تمام كده يبقى هيجيب لي سبايرال كيرف سبايرال ده الجزء الاول وبعدين الجزء الثاني سبايرال كيرف سبايرال بتوين تو تانجنت يعني ما بين خطين مستقيمين ببتدي اقول له الخط المستقيم الاول اللي هو ده والخط المستقيم الثاني اللي هو ده تمام فبيقول لي الرديوس بتاع الكيرف الاولاني كام؟ ففي الحاله دي الرديوس كان 250 الطول الاول كان كام؟ كان يعني 50 متر، الطول الثاني 50 متر، وبعدين بيقول لي الرديوس الثاني كام؟ فبقول له الرديوس الثاني كان 1350 السبايرال بتاعه كان طوله 29.039 والاخير 23 متر وبقول له انتر وبيقول لي هنا الانكومينج الـ بوينت فبقول له انا عايز عند تقريبا النقطه مش جايب النقطه دي لينس uh, ممكن نديله لينس طول حيث لو انا عندي طول او lens لينس بصرا احنا ممكن نختار له حاجه على الرسم لان هو احنا ما جبناش الطول آه. المهم لو احنا كتبنا له تقريبا الـ او كيرف ثاني باراميتر ثرو بوينت هي على النقطه دي لو هو يفضل ان احنا نديله الطول لان هو كده ما جابش ما جابش الكيرف صح بفضل ان احنا نديله الطول هيبتدي ايه؟ لو اعطينا له الطول بتاع كيرف منهم اللي هو الكيرف ده طوله على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم آه طول الكيرف اهو ميتين وسبعين. وبرضه الكيرف التاني نشوف طوله كام؟ سبعة تمام كده؟ نبتدي نشوفها تاني كده تظبط معانا ان شاء الله. ادي العنصر الاول ادي العنصر الثاني الريديوس بتاع الاولاني 250 متر الطول 50 50 وبعدين الريديوس الثاني 1350 عندي الطول 29.039 مع 23 متر حلو كده وبيقول لي اللينث الطول بتاعه كام اللينث بتاع الخط الطول الاولاني اللي هو 270.893 وبضغط له انتر فبيقول لي اه كانت سولفت يبقى ممكن في رقم من الارقام اللي احنا عملناها مش مش سليم او ثرو بوينت طول الكيرف التاني طيب سبعة واحد اربعة بوينت سبعة زيرو اربعة وانتر نفس الشيء ثرو بوينت هنا له RE ونقول له ار اي ونقول انتر هو ظبطها بالثرو بوينت اللي هو من خلال ايه؟ من خلال نقطة اه اللي احنا عطلنا له بس نقطة على الخط نفسه وبدأ ايه؟ بدأ يظبط ايه؟ يظبط معانا جايب النتيجة سليمة طيب تمام يبقى كده احنا عملناه اهو زي ما احنا شايفين طبعا الخط اللي بره دوت اللي هو الخط بتاع الستايل نفسه في الحالة دي احنا ممكن بس بنعدل الستايل بتاع الخط نفسه الالاينمنت تيجي في الديسبلاي والاكستنشنز والارز مش عايزينها لا احنا مش عايزينهم خاطينا ولا خاطينا ولا سبايرال ولا نفسه عايزينه كيرف اكستنشن بس عايزينه ابلاي اوكي طيب يبقى ده كده الستايل بتاعنا ادي الكيرف بتاعنا حقق هنا سليم وعامل لي الاثنين سبايرال طبعا هو مش هيبان معايا في التفاصيل الا لما اوصل دوت بمين اوصل ده بده تمام كده مش هيبان معايا فين في التفاصيل بتاعتنا ولكن لو وصلناهم هيبتدي يظهر معايا لان زي ما انتم شايفين الكتابات وقفت لحد هنا لان احنا موصلين بس لحد ايه لحد هنا دي كده طرق سريعه برضو ان احنا نرسم من خلال ايه؟ من خلال بدل التحويل من الكاد لا بنرسم كده بالطريقه ايه؟ بالطريقه دي. اه طيب في من ضمن الحاجات زي ما قلنا طبعا اهم شيء لازم عشان نبقى متابعين لو لو المسار فيه فاصل كده مش هيبان معانا في الجدول بتاعنا ولا هيبان معانا في التقارير ولا هيبان معانا كتابات عليه. اه نبتدي نقفل هنا نرجع بقى ايه؟ نرجع لفاصل بسيط ما بين بسم الله الرحمن الرحيم اه احنا ده بروفايلز alignments ده خلاص خلصناه عشان يبقى كده بالترتيب ماشيين مع بعض الشاشه دي برده مش عايزينها الستيك اوت ده خلصناه برده اه قبل ما نبتدي بقى في السوبر انا عايز بس اوريكم الفاصل او ايه الفرق ما بين النوعين بتوع الالايمنت دلوقتي الالاينمنت اللي احنا بنرسمه لما بنيجي نرسم حتى الاينمنت جديد لو مثلا قلنا الاينمنت الاينمنت كريشن تولز بيقول لي نوعه ايه سنتر لاين ولا ريل ايه الفرق ما بين السنتر لاين مثلا وبين الريل الريل طبعا اثناء انت بتعمل الريل بيديلك معايير الريل نفسه مثلا هختار الريل وبقول له الديزاين كارتيريا هقول له السرعه بتاعتي مثلا 100 ولو جيت بصيت هنا بقى في منطقه التصميم هيقول لي والله انت عندك هنا المترك ريل كانت ديزاين ستاندر يبقى هياخد لي مين هياخد لي الريل ديزاين اما في الحاله لو هو سنتر لاين عادي فبيعتبره طريق فساعتها بيديني مين بيديني الاكواد الخاصه بالطرق يبقى دي كده اول اختلاف ما بين الاثنين بحيث لو هو خط عادي او سوري سنتر لاين عادي هيديني الاكواد الخاصه بالطرق بحيث لو هو ريل هيديني الكود الخاص بمين الخاص بال, بال... بعمليه الايه بعمليه الريل حلو كده طيب دي اول اول اختيار ثاني اختيار طبعا هو اي 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 خط او اي مسار تقدر تغير له النوع بعد ما تعمله حتى يعني مثلا عملت الطريق دوت مجرد ما انت بتختاره وتعرف مين مباشره ان هو اسكندريل او ده خط ده سنتر لاين هنا زي ما انتم شايفين ما دام ظهرت لك كلمه سوبر اليفيجن معنى ذلك ان ده ايه؟ ده طريق ده معمول على اساس ان هو سنتر لاين طريق لو انا جيت هنا في الالاينمنتس واتاكدت هيقول لي لاين انت نوعك سنتر لاين زي ما انتم شايفين عندي هنا التاب اللي هو بتاع ديزاين كارتيريا حلو مجرد ما انا هغير النوع هنا على سبيل المثال وهو اقول له ريل طبعا بيطلع لك ويندو خد بالك الحاجات اللي انت حسبتها او الديزاين كارتيريا دي ما تمشيش فبقول له اوكي ما فيش مشكله مجرد ما قلت له اوكي ظهر تاب جديد زي ما انتم شايفين على اليمين هنا اسمه ريل باراميترز ده بيديني المسافه ما بين السنتر اللي هو التراك ويدز عرض التراك لانه بيختلف بيختلف شويه ساعات من دوله للثانيه فالاختيار ده بيجي بس مع الريل وفي نفس الوقت الديزاين كارتيريا اللي موجوده دي لازم بتعدلها وبتختار مين الكانت بتاعتك مجرد ما انا هقول له مثلا اوكي هنا مباشره تتغيرت معايا ظهرت لي حاجه اسمها الكانت وظهرت لي الريل تولز هي الريل تولز دي مش هتلاقوها مثلا في الاصدارات القديمه ما قبل تقريبا 2018 آه لكن آه الادارات الحديثه كلها موجوده فيها ايه؟ الريل تولز سواء أو الكروس اوفر او التيرن اوت آه او الريل لاينز وما الى إيه ذلك زائد حاجه اسمها الكنت الكنت دي زي السوبر الليفيشن شويه فين؟ في الطرق الكنت لما تيجي حتى تيجي تحسب الكنت دي مثلا كولكوليت هو الكنت ما فيهوش حالات كتير في ثلاث حالات فقط انت عايز تثبت ايه؟ عايز تثبت النقطه السفليه في المسار او تثبت النقطه العلويه او تثبت البيز لاين اللي في النص تمام كده بعكس طبعا السوبر الفيجن طبعا في الطريق في حاجات إيه حاجات كتير جدا حلو يبقى ده من من الحاجات الاساسيه الفرق ما بين المسار بتاع الطريق والمسار بتاع الريل مسار الريل مجرد ما بتختاره بيتحول لك السوبر ده بيسميه حاجه اسمها الكانت وبيدي لك الاوبشنز الثانيه بتاعت ايه بتاعت الريل اما في الطريق لا لو انا مثلا غيرت المسار وقلت له لا انا عايزه يبقى سنتر لاين وبقول له اوكي راجع تاني قال لي سوبر اليفيجن وهيبتدي في السوبر اليفيجن طبعا بيدينا ايه بيدينا حالات كتيره لحساب الايه السوبر اليفيجن زي ما احنا شايفين تمام ده الفرق الاساسي ما بين الاثنين طيب آه ايه هو السوبر اليفيجن هو المفروض الميول الجانبيه بتاعتنا في حاله مناطق الايه مناطق الكيرفات طول ما الخط مستقيم ما فيش مشكله الخط يمين وشمال حاجه اسمها النورمال كراون يعني مثلا الاسلوبات بتاعة الطريق بتبقى يمين وشمال زي ما احنا شايفينها كده ودي مهمتها عمليه تصريف ايه؟ تصريف الميه بشكل عام مثلا عندي هنا الطريق الاستاندر بتاعه مثلا على سبيل المثال 2% بالناقص يمين و2% بالناقص ايه؟ ناقص شمال حلو؟ طيب انا عايز ابتدي اتحول من حاجه اسمها نورمال كراون انا عندي اربع حالات حاجه اسمها نورمال كراون ليفل كراون ريفرس كراون والفول سوبر النورمال كراون يعني اليمين زي الشمال ما فيش اي مشكله الليفل كراون يعني بيبقى طرف من الطرفين وغالبا لما بيكون المنطقه عباره عن كيرف زي ما احنا مثلا هنشوف كده مثلا دي ده خط مستقيم تمام وبعدين انا هبتدي كيرف وبعدين خط مستقيم مستقيمتين. مستقيم تاني فالكيرف اللي هيتعمل هنا اهو مثلا زي كده مثلا على سبيل المثال انا عندي الكيرف متجه ناحيه اليمين معنى ذلك ان الطرف اليسار من الطريق هيبقى العالي والطرف الثاني هيبقى الواطي ليه عشان قوه الطرد المركزيه للمين للكيرف فدايما بتشوف سنتر الكيرف فين يبقى ناحيه سنتر الكيرف هو بيبقى الجنب الواطي من الطريق او الجنب المنخفض من الطريق وعكس الـ عكس السنتر لاين بيبقى جنب المرتفع منين؟ من الطريق. فعشان كده انا عندي الكيرف ده مثلا رايح يمين فزي الكيرف اللي موجود عندنا هنا انا متجه كده وهروح يمين فكده نقطه سنتر الكيرف موجوده عندي هنا معنى ذلك ان الطرف اليمين هيبقى منخفض والطرف اليسار هو اللي إيه؟ اللي مرتفع. طيب ففي الحاله دي انا عندي حاجه اسمها نورمال كراون في حاله الخط المستقيم اللي موجود معايا هنا ما فيهوش مشكله هيبتدي بعد كده يتحول آه البرنامج عندي هنا في مرحلتين المفروض في كتابتين هنا راحوا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم هم اختفوا الكتابات مفيش مشكله نبص عليهم حاجه اسمها الليفل كراون وحاجه اسمها ريفرس كراون والسوبر فول السوبر فول سوبر الليفل كراون ان هي المرحله ان هيبقى عندي الطرف اليسار ما فيهوش سلوبات خالص والطرف اليمين سلوب كما هو تمام الريفرس كراون هيبقى المرحله ان اليسار اختلف تماما وبقى الـ الـ الكيرف الـ سوري الـ السلوب اللي على اليسار هو نفسه اللي على اليمين بس بطريقه منعكسه يعني هنا بقى زائد 2 وهنا ناقص 2 وبعدين بيتحولوا الاثنين مع بعض يبقوا ايه الفول سوبر بتاعنا 4% مثلا بالزائد و4% بالناقص على حسب الايه القيمه اللي احنا بنحسبها حلو طيب عمليه التغيرات دي المفروض هي كان في كتابه ثانيه قبل دي انا مش عارف لغيتها ولا ايه اه اهي ازاي كده انا لغايتها معلش انا اسف ايه عندي حاجه اسمها الران اوت وحاجه اسمها الران اوف ايه هي الران اوت وران اوف الران اوت دي المرحله الانتقاليه ما بين النورمال كراون والليفل كراون تمام كده وبعدين الران اوف دي المرحله ما بين الليفل كراون والفول سوبر المرحله دي بتنقسم الى تلتين والتلت غالبا بيبقى التلتين بره الخط على الخط المستقيم والتلت جوه الكيرف يعني ايه يعني زي ما احنا هنشوف بالتفصيل لما نيجي نرسم هنا يبقى انا عندي الران اوت دي مرحله من اول النورمال كراون لحد الليفل كراون تمام وبعدين عندي من الليفل كراون لحد الفول سوبر دي بتتسمى الران اوف والمرحله دي بتتقسم تلتين والتلت التلتين بيبقوا على الخط المستقيم والتلت الاخير بس من السوبر ليفيشن بيخش جوه مين بيخش جوه الكيرف طب نشوف الكلام ده عملي على الـ على الايه على, على البرنامج نفسه البرنامج مجرد ما انت بتختار الالايمنت بيقول لك انا عندي حسابات مين حسابات السوبر مجرد ما بضغط عليها وبقول له كالكوليت اند سوبر اليفيجن البرنامج اهم شيء عشان تحدد له السوبر لازم تكون انت محدد له مجموعه حاجات قبليها بتبقى محدد له السرعه بتاعه الطريق بتاعتك كام ومحدد له ديزاين كارتيريا بتاعتك ايه حلو كده وفي نفس الوقت انت عندك الطريق تو لين ولا فور لينز بتحددها له وعندك هنا نوعه هل هو كراوند ولا هو بلانر رودوي زي ما احنا قلنا المره كراوند يعني زي ما احنا راسمينه في 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 القطاع بتاعنا كده ان انا عندي الطريق آه الليفل يمين والليفل الشمال مختلفين عن بعض لكن لو هو بلانر هيبقى نفسه نفسه نفس الشكل ده كده يعني هو كله بيميل في بيميل مع بعضه يعني كله شمال يعني كله يمين وده غالبا بيبقى في في الرامبات وفي اللوبات اما في الطرق العاديه بيبقى ايه بيبقى كراوند زي كده طيب هبتدي اقول له سوبر تمام وبقول له كالكوليت سوبر ناو فبيقول لي المرحله بتاعتك عباره عن ايه ففي الحاله بتاعتنا المرحله بتاعتنا اللي هي الاندفايدد كراون ممكن بتبقى الاندفايد بلانر اللي هو ايه زي ما انتم شايفين ان هو هيبقى كله في اتجاه ايه في اتجاه واحد الميل كله يا اما ميل مع بعضه عكسي لان هنا مثلا هيبقى ناقص 2 على سبيل المثال المرحله دي ممكن يبقى ناقص 2 يمين وناقص 2 شمال لكن في الحاله دي هيبقى ناقص 2 يمين وزائد 2 شمال يبقى كله بيتجه ايه بيتجه مع بعضه ففي الحاله دي مثلا على سبيل المثال بقول له undivided. فانت طبعا بتشوف الحاله اللي تناسب معاك الطريق بتاعك ايه تسأل بتناسب الطريق مثلا هنا عند planner بلانر وز median طبعا الكلام ده كله على سبيل المثال ممكن انت تحسب دلوقتي هنا وبعدين يتغير القطاع لان ده بيرجع على شكل القطاع اللي عندك قطاع التصميم اللي عندك آه... ترجع لشكل القطاع التصميم اللي عندك وممكن في اي وقت تغير الايه النوع السوبر حتى لو كنت حسبته ترجع تحسبه تاني ما فيش ايه ما اي مشكله في الحاله دي احنا هنجيب مثال بسيط اللي هو undivided crown وانا عندي نقطه البيز لاين هي نقطه الايه نقطه الاساس بتاعت الايه بتاعت الدوران مجرد مجرد ما بقول له نيكست بيقول لي انت عندك الطريق بتاعك سيمتريك رود يعني اليمين زي الشمال لو مش سيمتريك بتشيل العلامه دي وبتكتب عرض الطريق الشمال كام واليمين كام في الحاله دي انا عندي سيمتريك العرض الحاره بتاعتك كام هدي له 6 متر ما فيش مشكله وبقول له ايه ان النورمال بتاعي ناقص 2 يعني هو هيبتدي من النورمال ويقول لي ايه ناقص 2 بقول له نيكست هنا بيقول لي شولدر، هل عندي شولدر خارجي؟ طيب هل هحسب الشولدر الخارجي ده بمناسيب مختلفة ولا لا؟ أو سوري بميول مختلفة ولا لا؟ لأن أحيانا بتبقى في مجموعة مشاريع إن الشولدر الخارجي والشولدر الداخلي ما بيبقوش نفس الإيه؟ ما بيبقوش نفس الميول بتاعت اللينز بتاعتك، فلو أنت عندك الحالة دي بتقول له لا احسبه لي معايا، لو مش عندك بتشيل علامة إيه؟ علامة الصح اللي هنا، لأن هي الفكرة كلها لو إحنا حسبناه هيبتدي يطلع لي عمدان زيادة في عملية السوبر. ده رقم واحد، رقم اثنين هيبقى منطقه الترانزيشن اطول شويه لان هو بيغير الترانزيشن بتاع السوبر اللي بتاع سوري الشولدر الاول بعدين بيرجع يغير الترانزيشن بتاع مين؟ بتاع اللين نفسها. ففي الحاله دي انا ما عنديش مثلا شولدر فبقول له ما تعمليش كالكوليت ليها وبقول له نيكست فبياكد عليا بيقول لي انت شغال بالاي ماكس e كام؟ بتحدد له الاي e اقصى قيمه ارتفاع ففي الحاله دي مثلا هقول له سته شغال فور لين وعلى تو لين فبقول له مثلا فور لين هل هو كراوند؟ طبعا كراوند ده عشان احنا اخترناه اوريدي فين؟ في الحرف اللي هو النوع بتاعي كراوند فهو خلاص ثبته لي هنا كراوند وزي ما احنا شايفين بيقول لي اون تانجنت فور تانجنت كيرف يعني ايه؟ 66% زي ما احنا قلنا التلتين بيبقى على الخط المستقيم والتلت الاخير بيبقى جوه ايه؟ جوه الكيرف اما في حاله الاسبايرال بيبقى كله على الاسبايرال موجود تمام؟ في عندي اوبشن هنا بيقول لي اوتوماتيكلي ريزولف اوفرلاب دي هنشوفها ايه؟ في مثال ثاني موجود معانا برضو ايه؟ في الحاله بتاعتنا هنا تمام؟ فبقول له ايه؟ وبقول له فينش ايه مجرد ما بقول له فينش بيظهر لي مين الويندو دي، الويندو دي بيحدد لي مجموعه حاجات فيها. قال لي انا عندي هنا رايت right لين وعندي ليفت لين يعني عندي هنا الحاره اليمين والحاره الشمال تمام؟ ومناطق التغيرات عندي هنا الران اوت اللي هو الاند نورمال الاند نورمال والليفل كراون دي منطقه الران اوت وبعدين الران اوف المراحل بتاعته كده. وبعدين الترانزيشن اوت ده اللي هو بالمنطقه ما بعد الكيرف وبرده التفاصيل بتاعه بيبتدي بران اوف وبعدين ايه ران اوت طب انا عايز اشوف الكلام ده فعليا على اللوحه مجرد ما احنا بنغير الكتابات اللي على اللوحه بنعمل كليك يمين على المسار نفسه بنقول له ايديت الاينمنت ليبلز وببتدي هنا اضيف له حاجه اسمها السوبر فيجن كريتيكال بوينتس وبختار له السيمبلز اللي هي الاشكال وبقول له ايه وبقول له اوكي بيقول لي كل الاشكال فبقول له اوكي ماشي وبقول له اوكي هنا زي ما انتم شايفين هنا كاتب لي هنا في البدايه انت ماشي بالايه؟ بالكراون بتاعك الليفت والرايت ناقص 2 ناقص 2 تمام؟ زي ما احنا شايفين يعتبر الخط بتاعنا الخط بتاعنا من نفس الايه؟ نفس الشكل اللي هو ده كده تمام؟ طيب ده كده شكل الطريق في الحاله دي انا عندي طريق وصلت لحد هنا الطريق بتاعي لسه ناقص 2 وناقص 2 عند الاستيشن دي بدا الطريق بتاعي على اليسار بقى ليفل كراون وعلى اليمين بقى ايه؟ بقى بتاعي زي ما هو اللي هي تعتبر الحاله دي اللي هو اسمه ليفل كراون هنا ما فيش سلوبات وهنا السلوب بتاعي زي ما ايه زي ما هو دي المرحله الثانيه المرحله اللي بعديها اللي هو العكسي اللي هو كام انا عندي الطريق 2% انا صغر بس الكتابات شويه كده استاذنكم واحد ل 500 اهي انا عندي هنا اللي على اليسار لان احنا زي ما قلنا الكيرف بتاعنا السنتر بتاعه على اليمين فبقى على اليسار هو ال 2% عالي واللي على اليمين هو ناقص 2% ايه منخفض وعندي هنا وصل هو كام؟ 3.2 و3.2 لان دي القيمه بناء على الراديوس اللي موجود مع السرعه فالقيمه بتاعتي 3. كام؟ 3.2 حلو كده يبقى دي كده الفول سوبر ليفيشن هيفضل مطر فتره الكيرف دي كلها ماشي كام؟ ماشي 3.2 لحد هنا وزي ما من انتم شايفين المنطقه الانتقاليه اللي هي تعتبر من من الجزئيه دي من هنا لحد هنا دي الران اوت وهنا وبعد كده الران ايه؟ الران اوف حلو الران اوف هتلاقوا التلتين التلتين بتوعنا بره آه الكيرف وبعد كده الباقي ايه جوه الكيرف ادي آه التلت الاخير اللي هو من اول هنا لحد هنا ده التلت اللي جوه الايه الكيرف لان احنا قلنا له 66 كام 66% ففضل ماشي جوه الكيرف كله الجنب اليسار عالي بنسبه 3.2 والجنب اليمين واطي بنسبه ناقص 3.2 وبعدين هيبتدي يرجع تاني لـ 2 وناقص 2 وبعدين صفر وناقص 2 وبعدين ناقص 2 وناقص مين ناقص 2 نفس المراحل بس عكسيه يبقى هو بيبتدي النورمال كراون يوصل لليفل كراون وبعدين ريفرس وبعدين فول سوبر ويفضل ماشي في الكيرف كله فول سوبر وبعدين يرجع يعكس تاني ريفرس كراون ليفل كراون لغايه النورمال كراون عشان يبتدي الطريق يكمل ايه كما هو عادي هو ناقص 2 وناقص 2 لحد ما انتهى الطريق ناقص 2 وناقص مين ناقص 2 تمام كده ده في حاله لو انا عندي مين الطريق بتاعي اليمين ايه اليمين غير الشمال اليمين سوري غير الشمال اللي هو كراوند طيب لو انا حبيت في اي وقت ان انا الغي اللي انا الحسابات اللي انا حسبتها دي وارجع احسب من جديد انا احسبه مثلا على ان هو لوب فهختار المسار بتاعي وبقول له السوبر ريفيجن مجرد ما بقول له كالكولييت بيصري الويندو دي فالويندو دي بيقول لي والله انت دي المعطيات بتاعه الكيرفات اللي انت اشتغلت عليها فبقول له لأ انا عايز اعمل سوبر ريفيجن ويزرد وبضغط له هنا بقول له الانتاير الاينمنت فبيقول لي انت كده هتعمل ايه؟ تصحيح لكلهم اوفر رايت فبقول له اوكي بيطلع لي نفس الويندو بتاع الزمان المره دي هقول له انا عايز أندفايدد بلانر تمام كده وبيحدد له هنا الـ نقطه الهاي بوينت بتاعتي كام ونقطه البيز بتاعتي ايه وبقول له نيكست نفس الشيء هقول له انا عندي هنا الطريق زي ما انتم شايفين حتى الرسمه هنا كلها ليفل ايه؟ كلها ليفل واحد في عيني اللي انا كنت اخترت كده وقلت له نيكست زي ما انتم شايفين اليمين زي الشمال هنا ناقص 2 ناقص 2 هنا يعني هو كراوند لكن في حاله لو هو بلانر لا يبقى كلهم في اتجاه واحد زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفينه هنا هيديني الديفولت بتاعي ناقص 2 مباشره ده هيبقى ايه 2 لو انا حتى غيرت هنا وقلت له لا دي مثلا 3 اسف انا ضغطت على طول انتر لان المفروض ما ندوس انتر ادي الالاينمنت بالكامل حلو كده وبقول له نيكست لو انا جبت له ناقص 3 هنا جاب لي كام هنا جاب لي 3 نفس القيمه ولكن بشكل عكسي نفس القيمه ولكن بشكل ايه بشكل عكسي طيب وبقول له نيكست برضه بيقول لي عايز تحسب سوبر سوري الشولدر معاك ولا لا فبقول له لا فبقول له نيكست ونفس الشيء بياكد عليا ان هنا زي ما انتم شايفين انا عندي هنا اللي بلان رود محدد لي البلان رود وقال لي برضه انا عندي 66% على الخط المستقيم وهيبقى ال 33 باقي فين في الكيرف تمام كده لو حبينا نغير القيمه دي نخليها نص ونص او نخليها كله على الكيرف كله على الخط المستقيم ففي الحاله دي مية لا 100% على الخط المستقيم مش عايز ايه مش عايز ادخل اي حاجه جوه ايه جوه الكيرفات تمام كده وبقول له فينش هو البرنامج حسبه لي ونبتدي نشوف كده الاشكال اللي موجوده على الرسم زي ما احنا شايفين انا عندي هنا لان هو بلانر فطبعا المنطقه هتبقى عكسيه بلانر يعني كله اتجاه واحد يبقى هو ماشي كله ايه ناقص اتنين ومع اتنين تمام وهيبتدي نفس الشيء هنا اهوت ناقص 2 مع 2 اه مع ناقص 2 وعندي 3 و2 من 10 مع 2 ولكن بصوا مع بعض كده ادي منطقه الخط المستقيم ادي بدايه الكيرف هنا هو بقى فول سوبر ده كده الفول سوبر بتاعنا واقف فين بالظبط عند بدايه الكيرف لان انا قلت له 100% بره الكيرف 100% النسبه بتاعتي 100 100% بره الكيرف فبالتالي بدا معايا منين بدا معايا من هنا زي ما احنا شايفين تمام وبعدين فضل طول الكيرف موجود معايا الفول سوبر لحد ادي نهايه نهايه الكيرف عند النقطه دي وبعدين هيبتدي ايه يغير القيم طبعا هنا هو كان فول سوبر وبعدين هيبقى هنا ريفرس كراون وبعدين في الاخر خالص هيوصل لايه للايه للسوبر بتاعنا سوري النورمال كراون بتاعنا حلو كده ده في حاله لو احنا اشتغلناها على اساس ان هي مثلا كانها لوب فطبعا ما فيهاش تغيرات كتيره زي الثانيه لان التغيرات الثانيه النوع العادي بتاعنا اللي هو اسف مش هنا هنا اللي هو النوع بتاعنا اللي هو لو جينا رجعنا هنا تاني اللي هو الكراون طبعا كراون فيه تغيرات لان الطرف التاني ده بيبتدي ايه بيبتدي يعلى معايا لكن في الحاله دي لا الحاله دي معلش معليش معايا فعشان كده ما بقاش فيه تغيرات ايه كتير يبقى انا في اي وقت ممكن اعدل النوع بتاعي وابتدي احسن من جديد في المنطقه ايه في المنطقه دي آه طيب ده كده في حاله لو انا حبيت مين لو انا حبيت ان انا اظهرهم بشكل الكتابات على الايه على الرسم طبعا انا هرجعه مثلا الكراون عشان بس يدينا تفاصيل اكتر بقول له اوكي اندفايدد كراون نيكست 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 100% طبعا هي دي نسبه التلتين والتلت اللي قلنا عليها فعادي اخليه 66 بوينت ستة, وستين بوين ستة وستين وبقول له ايه بقول له فينش فبيحسبها لي ويطلع لي الايه التفاصيل بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده تفاصيل اكتر طيب ممكن ابتدي اظهر السوبر ريفيجن ده بشكل جدول ده بشكل سوري سوبر ريفيجن فيو نبتدي نضغط عليها فبيقول لي الليفت لين والراين لين اللي. الليفت لي. لين هخليها بالاحمر والرايت لينا هنخليها بالايه؟ بالاخضر وبقول له اوكي اوكي وببتدي اعمل له ديسبلاي زي ما انتم شايفين هنا بدا قال لي والله انت عندك الليفت والرايت ما دام هو باين لك اللون اللون واحد فالليفت والرايت بناقص اثنين وبعدين بيجي في المرحله دي يعني بس ار اي وانتر بيقول لي حاجه منطقه الران اوت من الاستيشن كذا لحد station كذا ودي حصل فيها التغير بتاعنا من ناقص اثنين اللي هو ماشي فيه لحد ما وصل للصفر وبعدين من الصفر لحد الاثنين العكسي طبعا هو بيبقى كاتب على كل حاجه او على حسب الداتا اللي موجوده هنا هو كاتب هنا 3.2 من وهنا ناقص 3.2 من عشرة اللي هي الفول سوبر منطقه الفول سوبر هنا تمام وزي ما انتم شايفين لحد هنا في الران اوف لحد اللي هو الجزئيه دي هو إيه ما ايه غيرش معانا الايه اللي هي على الرايت سايد ليه لان الرايت سايد right ما بيبتديش يتغير الا من بعد الريفرس كراوند من بعد مين الريفرس كراون انا عندي لحد هنا وصل هو الريفرس كراوند يبقى هنا دي ناقص 2 وهنا دي زائد 2 وبعدين بداوا الاثنين يتغيروا مع بعض ووصلوا كام ل 3.2 من عشرة وناقص 3.2 من عشرة. طيب لو احنا بصينا هنا هنلاقي الانديكيشن اللي ال طالع لي دي بيقول لي انت عندك هنا الكروس توب ال بتاعك از لارجر ذان 6% بير سنتيمتر والله انا حاولت يعني كتير ان انا اشوف موقفها ايه رغم ان دي تابعه للكود زي ما احنا قلنا هو دلوقتي بكل ما هنالك ان هو بيبص على الكود الامريكي في الحاله دي فلو احنا على سبيل المثال عشان نتأكد من الكود في المنطقة دي، يعني ناخد مثلا المسافة من هنا لهنا تطلع كام؟ تطلع 16 متر وكسر، ومن هنا لهنا تطلع مسافة تانية اللي هي دي، سبعة متر، طبعاً أنا عايز أتأكد سبعة متر دي سليمة ولا لأ، ممكن نفتح الكود كده سريعاً، وأقول لكم حلول تانية برضو كان أخوكم خالد عبد الكريم كرم الله وجهه، آه عامل لنا تفاصيل زي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، لأ، هشام، آه ثواني كده معلش. بسم الله الرحمن الرحيم هشام تريننج ستاندر والاشتو مثلا 2011 ماشي تمام احنا عايزين ايه الجداول بتاعت السوبر ده هنا السوبر ايوه اللي هو ده طيب ماشي احنا شغالين سوبر كم احنا حاسبينه على كم يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم ده اللايمنت بتاعنا حاسبينه على ايماكس 6 تقريبا ولا ايماكس 4 مش متذكر والله احنا حسبنا على كام اي ماكس 6 احنا حاسبينه على اي ماكس 6 تمام؟ طيب والخط بتاعنا ده الكيرف بتاعه الكيرف بتاعه 300 تلتمية... سوري 437 وسرعه سرعه 50 سرعه 50 طيب نبتدي نشوف هنا احنا احنا الاي ماكس 6 صح كده؟ آه... السرعه 50 والكيرف كام؟ ادي آه... عندنا في المترك اهو احنا اي ماكس 6 ادي السرعه 50 ونشوف الكيرف بتاعنا معلش تاني كام؟ 400 حاجه 437 وز... تقريبا في السوبر 437 طيب 437 فاحنا جينا في ال 50 مع ال 437 يعني تقريبا هنا كده ما بين ده وما بين ده فهو اخد القيمه كام؟ 3.2 من كام؟ 3.2 من 10 نتاكد حتى هنا عندنا جابت 3.2 تلاتة 3.2 تلاتة من 10 مظبوط حلو؟ تمام طيب الطول بتاع بتاع الترانزيشن بتاعنا ده كام؟ نبتدي نشوف كده الاطوال بتاعته. المينيمم راديوس لا احنا عايزين طول ال هو في جدول ليها المفروض اه الران اوف تمام احنا السرعه 50 السرعه بتاعتنا 50 مع الراديوس بتاعنا او الاي ماكس بتاعتنا 3.2 المفروض يطلع لنا 27 متر اهي تمام كده اهي انا عندي هنا السرعه 50 مع 3.2 ادي 50 يطلع لي كام 27 متر فلو احنا حسبناها وبصينا عليها في البرنامج هنا طلعناها كام احنا طلعنا 27 متر فالبرنامج حاسب بناء على مين على الكود بالظبط لكن المعيار اللي موجود ده صراحه انا ما اعرفوش الانديكيشن ممكن حد يبقى يفتنا فيه لان حاولت صراحه اسال فبيقولوا هو ممكن حاجه في البرمجه او او على سبيل المثال حاجه حاجه في برنامج الجهاز ولكن فعليا هو عشان يطلع الايرور ده يختفي لو انت حبيت تخفيه من على الرسمه مجرد انت بتغير طول الترانزيشن شويه بيبتدي يختفي معاك يعني هي الفكره كلها بترجع لطول الترانزيشن لان عمليه التغير هي الفكره كلها ان الايرور ده بيقول لك ان التغير اللي انت عامله ده تغير كبير على المسافه الصغيره دي. طب الحل ايه؟ ممكن ساعتها ان احنا بنستخدم في السوبر في ثلاث في معادلات كان اخوكم خالد شرحهم خالد عبد الكريم. ثواني بس افتح لكم الملف بتاعه اخونا خالد عبد الكريم طبعا غني عن التعريف. نيجي نفتح هنا يقول لنا كلمه السر هي دي كلمه السر اخونا حمزه كوبي كنترول في وبقول له اوكي وبيبتدي يفتح اه سوري ما فتحش لي غير بسم الله الرحمن الرحيم كنترول في كوبي هاي ده الملف بتاع اخونا خالد عبد الكريم راح فين الملف بسم الله الرحمن الرحيم كنترول في كوبي ريد اونلي تمام بيفتح الملف هنا وزي ما انتم شايفين خالد عبد الكريم هنا جايب ثلاث معادلات لحساب الران اوف لو استخدمنا المعادلات دي طبعا بيختلف الايه بيختلف القيم بتاعتنا طبعا هو هنا بناء على السرعه طبعا هو الراجل شارح كل شيء فبناء على السرعه احنا مختارين السرعه تقريبا 50 حلو آه نصف القطر بتاعنا 400 437 تقريبا 437 لا ده طول المنحنى نص القدرة 437 طول المنحنى طبعا بتدخله انت مجموعة المعطيات دي بيدي لك في الاخر خالص النتيجة لو انا بصيت هنا طول الكيرف ده كام 153 متر بسم الله الرحمن الرحيم 153 متر تمام عرض الحارة احنا كنا عاملينه تقريبا 6 والميل الجانبي ناقص 0.02 تمام <سؤال> <سؤال> فالمفروض الاطوال بناء على هذا الاساس في حاجه كده مش ناقصه الاي ماكس احنا 100.6 صح كده تقريبا كده وممكن انا مدخل حاجه في المعطيات غلط بسم الله الرحمن الرحيم طب هي عامه عشان برضو ما اخدش في تفاصيل هي الفكره ان الثلاث قوانين موجودين هنا وهو راجل شرحه بفيديو برضو برضه اعمل لكم اللينك بتاعها بحيث ان احنا هو بياخد هنا اعلى قيمه موجوده لو حققنا القيمه دي بيدينا نتيجه افضل بدل ما إيه؟ بدل ما بنعمل نفس القيمه اللي موجوده ايه اللي موجوده عندنا هنا ساعتها بنطول الترانزيشن بتاعنا بناء على هذا الاساس وبيبتدي يتغير طبعا تطويل الترانزيشن ده بس بتسحب مين تختار النقطه دي وبتبتدي تسحبها بزياده او بايه او بالنقص ده كده عمليه الايه السوبر في حاله لو السوبر واحد كده منفرد هنعمل سوبر سريع بس كومبليكيتد شويه زي ده كده هبتدي اختار الخط وبقول له انا عايز اعمل سوبر احسبه على ما هو عليه كده أه هعمل بس اختيار ما كناش اخترناه المره اللي فاتت اللي هو الاوفرلاب مش هحسب ده معلش هنا لو انا في حاله لو قلت له اوتوماتيكلي ريزولف اوفرلاب هبتدي اشيل العلامه دي وبقول له فينش ونبتدي نشوف اللي هيحصل ايه زي ما انتم شايفين ظهر معايا مشكله هنا ليه؟ لان انا عندي هنا خطين كيرفين متلاصقين مع بعض طبعا في منطقه الترانزيشن هو دخلها في بعض وما عرفش يحسبها مظبوط لو انا ما قلت لهوش ايه؟ احسبها لي انت او اعملها لي ريزولف اللي انت حلها لي مباشره حلها لي مباشره ففي الحاله دي بترجع تاني تحسب تمام بتقول له انا عايز اعمل سوبر ليفيجن ويزرد وي وبقول له انتاير uh, الاينمنت طبعا هو يفضل ان انت من البدايه تكون مختارها بتقول له نيكست نيكست مش عايز ده نيكست وهنا بتقول له ريسولف حل لي لو هيظهر مشاكل زي كده حلها لي مباشره فبقول له فينش بيبتدي يحل لي المشاكل هي المشكله بس ان في منطقه الترانزيشن لان هو كيرف هنا هو من كيرف لكيرف مباشره فطبعا لازم يكون في مناطق مناطق ترانزيشن في العادي هو هنا بيلغيها وبيبتدي يدخل الاثنين ايه مع بعض يعني بيخلي الترانزيشن في الكيرف من هنا وفي الكيرف من هنا بيسوي بيرفر... ما بين هنا وما بين هنا لو جبنا حتى احنا هنا وقلنا له اظهر لي السوبر بتاعنا وبقول له اوكي اوكي بيبتدي يظهر لك مباشره يعني هنا كان هو مثلا كان الليفت هنا 5.8 بقى الليفت هنا ناقص 6 يبقى منطقه الترانزيشن حصلت في النص ما بين ايه؟ ما بين الكيرفين في المنطقه دي هو البرنامج حلها لك مباشره بدون تدخل ايه؟ تدخل منك ده كده الخاص بالسوبر اخر حاجه معانا في الالاينمنت ان شاء الله طبعا الكتابات بتاعه الالاينمنت آه لو عملت كليك يمين وقلت له اد ليبلز بيدي لك كتابات كتيره الميجور كتابات الاساسيه ماينور كتابات الثانوية وكان في حاجه اسمها ستيشن ايكويشن بس ساعدونا يعني سامحونا مش هنشرحها ولكن عندي في, الكورس مشروحه ايه مشروحه بالكامل آه وديزاين سبيد طبعا مفيش مشكله والبروفايل وما الى ذلك طيب احنا اهم شيء عندي دلوقتي التقارير لان في ناس سالتني كتير عن التقارير التقارير بتاعت البرنامج، البرنامج طبعا فيه هنا لو احنا جينا في قائمه التول بوكس في الالايمنت هنلاقي عندنا هنا الالايمنت كيرف وعندنا مجموعه تقارير مختلفه يعني مثلا الاستيشن احنا عايزين نجيب تقرير او خط كبير خط زي ده كده مثلا على سبيل المثال وبقول له انا عايز اعمل ستيشن اند كيرف وبقول له اكسكيوت حلو وتقول له اوكي وبتختار نوع التقرير عايزه اكسل ولا صفحه نت ولا ايه ففي الحالة دي هقول له أنا عايزه اكسل أنا سوري صفحه نت وبقول له اوكي مثلا على سبيل المثال ويظهر لي كده التقرير يقول لي التقرير بتاعك بدا بتانجنت بخط مستقيم من ستيشن كذا لستيشن كذا كان الايست بتاع الستيشن الستيشن البدايه كان الايست ونورث كام والستيشن النهائي الايست ونورث كام والطول عباره عن كام والانحراف كام وبعدين عندي كيرف الاول وتفاصيل الكيرف الاول دي عباره عن ايه الكيرف الثاني نفس الشيء وبعدين التانجنت الاخير اللي موجود معايا ايه طبعا هنا اعطاني رود واحد ورود اثنين اللي هم الخطين المرسومين فين؟ المرسومين في الرسم. لو انت عايز خط واحد فقط بتبتدي تقول له انا عايز ايه؟ وانت بتعمل ايه الريبورت هنا؟ تقول له اكسكيوت بتشيل العلامات الصح اللي قدام ايه؟ اللي انت مش عايزها تعمل بس على الطريق اللي انت ايه؟ الطريق اللي انت عايزه. آه في حاجه ثانيه اللي هو الـ الـ الاكثر استخداما اللي هي الانكرمنتال ستيشننج ريبورت اللي هو ايه؟ انا عايز اطلع احداثيات على السنتر لاين كل مثلا 5 متر. بعمل كليك يمين وبقول له اكسكيوت فبيقول لي انهي الاينمنت موجود انت عايز تطلعه؟ تمام ففي الحاله دي انا عايز الالايمنت اللي هو تقريبا ده على سبيل المثال اللي هو رود 2 وانا عايز اطلع كل 5 متر وفي نفس الوقت اطلع عليه بشكل ايه؟ بشكل اكسل ادي إيه بشكل اكسل وبقول له سيف كريت ريبورت وابتدي اتفرج عليه هيطلع لي عامل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم ايوه اهو بيبتدي يقول لي والله انت عندك الالايمنت ده اسمه ايه؟ ستيشن البدايه كام والستيشن النهايه كام وفي الاخر يقول لي والله الاستيشن صفر النورثينج بتاعتها كام والايستينج بتاعها كام نفس الشيء الستيشن 5 10 15 ده الانترفال او الايه التسلسل اللي انا له فبيجيب لي احداثيات ايست ونورث بناء على ايه على هذا الاساس طبعا هو كان ناقص عشان انا كنت راسمه بس في اول الرسمه على اليسار ده تقرير من التقارير المهمه اللي احنا دايما بنيجي إيه بنطلعها حلو كده طبعا في في تولز ثانيه موجوده هنا في الريبورتس هنا اللي هي مثلا تولز ريبورتس في تقريرين تانيين موجودين هنا برضو ممكن ايه ممكن تشوفوهم دي تقارير زياده ممكن ما تكونش موجوده في كل الاصدارات غالبا موجوده من اول 2018 على ما اعتقد مش موجوده قبل كده ولكن التقرير اللي موجود هنا مو... م... تهمك قوي ومن ضمنهم التقرير بتاع الديزاين كارتيريا فيريفيكيشن لو انا قلت له والله التقارير كلها طلع علي ريبورت كامل فبيقول لي والله انت عندك ال... الديزاين كارتيريا بتاعتك اللي هو الستارت ستيشن وبدايه والاند ستيشن واللينس كام 50 وانت كلير ده اوريدي خلاص ما فيش مشكله لو كان هيبقى عندك مشكله كان هيقول لك مباشره خد بالك انت عندك هنا مشكله في التقرير ايه في التقرير بتاعك حلو كده ده كده ب... بالمجمل الايه اللي إيه عندنا اللي موجوده ايه موجوده معانا آه طبعا آه كده طبعا احنا غطينا الالاينمنتس كلها في بقى حاجه اخيره معلش كانت تذكرت المره اللي فاتت سريعا كده نقولها حاجه اسمها الاوفست الاينمنت الاوفست الاينمنت دي اللي انا بعمل مسار موازي للمسار بتاعي في نفس الوقت اقدر اعمل عليه شويه تفاصيل سريعا انا اشرحها معلش انا طبعا مش هشرحها بالتفصيل عندي في الـ في الصفحه او في سوري في الـ في, الـ في الـ اليوتيوب ولكن انا اشرحها هنا اللي هو الـ Offset الاينمنت مجرد ما بضغط عليها ببتدي اعمل اوفست يمين وشمال الطريق بالقيمه اللي انا عايزها انا عايز اعمل مثلا اوفست على يمين الطريق على بعد 10 وعلى شمال الطريق على بعد كام 10 متر تمام هل هعمل بروفايل للمسارات دي ولا لا؟ ممكن اعمل بروفايل للمسارات دي فساعتها بقول له انا عايز اعمل كرييت اوفسيت بروفايل بس هو اساسا ما فيش بروفايل للمسار ده استنى بقى المسار فيه بروفايل تقريبا المسار ده فيه بروفايل أه هبتدي انا اضغط على المسار ده واقول له انا عايز اعمل كرييت اوفسيت الاينمنت هعمل له مثلا 5 يمين يمين 5 متر يمين و5 متر شمال تمام كده وابتدي اضغط هنا بقول له كرييت أوفست بروفايل فبيقول لي البروفايل الاساسي اللي هاخد منه ايه فبقول له اللي هو اسمه الاف جي طيب هو عايز انت هل انت تبقى تق... في كروس لوب ولا لا يعني ايه في ميل جانبي من السنتر لاين لحد الاوفست بتاعك ده ولا لا ففي الحاله دي بقول له ايوه اللي هو مثلا 2% معنى ذلك ان هو يضرب 5 في 2 هيبقى فرق كام فرق 10 سم ما بين السنتر لاين وما بين خط الاوفست اللي انا عملته مجرد ما بقول له اوكي زي ما انتم شايفين عمل لي خطين يمين وشمال مين يمين وشمال المسار هستاذنكم بس السطح ده نغير الستايل بتاعه نخليه بوردر اونلي مبدئيا تمام حلو كده بقى عندي مسارين يمين وشمال الطريق والمسارين دول ليهم منسوب المنسوب ده عباره عن نفس منسوب السنتر لاين ولكن مضروب في كام ناقص 2% على حسب العرض اللي موجود مجرد ما بضغط عليه بيقول لي انت عندك اوفسيت اللاينمنت والاوفسيت الاينمنت ده ليه بارامترز معينه مواصفات معينه ان هو كام ان هو 5 متر على ايه على اليمين طبعا انت ممكن تغيرها قيمه تزودها او تقللها زي ما انت عاوز طيب انا بستفيد منه بايه بقى لو طبعا ليه استخدامات كتيره ممكن بعمله كتارجت بعد كده في الـ في, الـ في الـ الكوريدور بتاعي وما الى ذلك او ان انا بعمل حاجه على اسمها الوايدنج الوايدنج دي اللي هي عمليه التوسعه مجرد ما بضغط هنا في حاجه اسمها بيقول لي ايه اد وايدنج اللي هي عمليه ايه؟ عمليه التوسعه فبيقول لي انت عايز تعمل كريت وايدنج بورشن از نيو الاينمنت يعني التوسعه اللي انت هتعملها دي الاينمنت جديد ولا لا؟ فبقول له نو no. مش عايز الاينمنت جديد بيقول لي بدايه التوسعه دي فين؟ فبقول له والله هي عند ستيشن مثلا 300 هنا تمام ونهايه التوسعه دي فين؟ عند ستيشن 400 مثلا وكام؟ 450 تمام واوفسيت التوسعه كام؟ الاوفسيت ده بي بتيجي بيجي من السنتر لاين الاساسي ففي الحاله دي انا واخد سنتر لاين 5 متر لمين لليدج بتاعتي هنا وهاخد فوق منهم كمان 7 متر يبقى الاجمالي كام 12 متر يبقى انا هاخد 12 متر من السنتر لاين بضغط اوكي وزي ما احنا شايفين عندي هو عمل لي بشكل هنا شكل توسيع زي ما احنا شايفينها عباره عن كميش لغايه هنا 5 متر وبعدين بدا يوسع من اول ال 300 دي العرض بالكامل يعني بقى منطقه الترانزيشن بتيجي قبل بدايه الاستيشن اللي انا اخترتها وبعد بدايه بعد الاستيشن اللي انا ايه اخترتها عمل لي توسع للطريق لو انا حبيت حتى اتاكد التوسعه دي بقت عباره عن كام عباره عن من السنتر لاين لحد عمودي على القيمه دي عباره عن كام 12 متر اللي انا ايه اللي انا اخترته تمام كده بعمل التوسعه دي لمجموعه حاجات ممكن كان مثلا كباركنج ممكن بعمل التوسعه دي كمنطقه محطه اتوبيس مثلا على سبيل المثال ممكن بعمل التوسعه دي عشان عايز اوسع الطريق في المنطقه دي عشان مثلا هبتدي اعمل زي توسعه عشان ابتدي اعمل انترسكشن او تقاطع في المنطقه دي يعني في كذا في كذا سبيل لعمليه اللي التوسعه دي عمليه التوسعه دي هل ممكن اغير القيم دي كل حاجه تقدر تغيرها لو انا قلت له على البارامترز ال 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 بتاعتي زي ما انتم شايفين الباراميترز هنا بقت زادت لان بقى عندي ترانزيشن ان اللي هي المنطقه اللي داخله دي وترانزيشن اوت المنطقه اللي هي الخارجه اللي فوق دي تمام كده والايه؟ والوايدنج ريجون نفسه اللي موجود معايا هو بادئ قال لي ادي بدايته وادي نهايته وطوله قد ايه وادي الاوفسيت كام؟ يعني ممكن اغير الاوفسيت ايوه ممكن اخليه مثلا 10 متر فبيبتدي يتغير والباقي ي... بيتغير على اساسه عمليه الدخله والخارجه هنا زي ما انتم شايفين هو عامل هو قايل لي النوع هنا كيرف لاين كيرف يعني بيبتدي كيرف صغير في البدايه وكيرف صغير في النهايه وعباره عن خط مستقيم. ممكن انا اعملها كيرف كيرف مباشره اللي هو كيرف ريفرس كيرف تبقى ايه بشكل كيرفات زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفينها كده يبقى كيرف داخل وكيرف خارج طبعا هو في ثلاث اربع انواع طبعا كنا شرحناهم بالتفصيل فين في الشغل بتاعنا الايه اللي, إيه؟ اللي عملناه طيب أه لحد هنا كده نبتدي ناخد اسئله كده خمس دقايق ولا 10 دقايق وبعدين نكمل ان شاء الله طيب. جزاكم الله خير من باشمهندس هشام استنى معلش انا آه اتمنى لو حد عنده سؤال ضغطتهم بالمحتوى بس انا اسف يعني سامحوني معلش لا ده جزاكم الله خير بصراحه انا مستمتع جدا بالشرح الله يبارك لك آه لو حد عنده سؤال مهندس محمد عاطف كان عنده سؤال اتفضل السلام عليكم ازيك يا هندسه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير اولا يعني ربنا يبارك لك تسلم بيه انا بس حضرتك كنت شغال في الاول على اللي هو فيه البلو لاين اللي هو فيه في فيرتكس كتير ده وعايزين نعمله نحوله بألاينمنت كرييشن تولز انا كنت سالت حضرتك عليها اللي هو انا جاي لي بلو لاين طوله 5 متر وكله عباره عن فيرتكس, فيرتكس صغيره كلها كل 10 متر فانا عايز احوله لمسار ويبقى هو بالظبط فعمال احاول بس بص هو بالظبط انت عطو... يعني هتاخد العنصر زي ما هو اوبجكتس واخد بالك؟ هو مش نافع هندسه هو عمل اللي هو لاينات كتير جدا كده وكيرف صغير فانا عايزه مثلا لاين وكيرف في النص مثلا نص قطره 6000 متر وبعدين لاين بص هي لائن. الفكره اه يعني بص هي الفكره انت ما دام انت ما عندكش حاجه ستاندر ما عندكش سوري حاجه هتمشي عليها فانت كله هيبقى زي ما بيقولوا ايه زي ما بيقول البرنامج البيست فيت انت عندك في المسارات هنا لو انت جيت عملت في الالايمنت هتلاقي اختيار اسمه هنا كرييت بيست فيت يعني ايه بيست فيت يعني انا هديله شويه نقاط وهو هيعمل لي مسار على النقاط اللي انا اخترتها له دي قدر الامكان ولكن الحكايه كلها هتعتمد على النقاط اللي انت له فطبعا لو انت هتطهاله نقاط كتير هيبتدي المسار يشوف لك نفس النقاط لو هي مش م... لو مش مرتبطه مع بعض او ما فيهاش ما فيهاش ما سيمتريه مع بعض يعني مثلا على سبيل المثال انا هعمل مسار فوق المسار اللي موجود ده تمام هو بيقول لي العنصر اللي انت هتختاره عباره عن ايه؟ هل هو ال... البلوكات يعني هو الداتا اللي انت هتديها له دي عباره عن ايه؟ واخد بالك؟ هل بلوكات بوينت انتيتيز مش عارف ايه؟ الكلام ده كله فانت بتخ... بتجهز له النقاط بتاعتك اللي هي الكوكو بوينت في حالتك دي ان انت عندك شويه نقاط او اوتوكات أو أو او فيتشر لاين هو مرسوم فيتشر لاين مثلا كل 10 متر عشان يمشي مع الكيرف او يبقى لاين كده بص انت انت بقيت بتختار بقيت. اه ما انت بتختار العنصر اللي اللي يناسب معاك هنا واخد بالك؟ وبتبتدي تختارهوله هو بيقول لك عامل لك سبايرال او ما عملكش يعني عطي لك مجموعه اوبشنز هنا وقدر الامكان انت بتمشي على النقاط اللي انت ايه اللي انت عايزها فهو بيدي لك البيست فيت يعني افضل حاجه بناء على النقاط اللي انت حتى ده بيدي لك دايما ريبورت وبعد كده يقول لك والله ممكن تزود النقاط دي او تقللها بحيث انت تحسن جوده البتاع جوده ال جودة المسار بتاعك، لكن غير كده انت ممكن بقى بالترايل بتاعتك يعني انت شايف والله المجموعة خطوط لو وصل خط مستقيم من بدايتهم لأول لنهايتهم وكلهم ماشيين تحت الخط ده يبقى خلاص، اعتبر ان ده خط مستقيم لغاية مثلا ما يظهر معاك بداية كيرف. يا اما تضطر بقى تسال اللي عمل التصميم ده يبعت لك حتى الملف البي دي اف وترجع ترسم من جديد هو لازم افصل بين اللاين والكيرف هندسه بسبايرال ولا ممكن نطلع من اللاين لا على لا لا, لا, مش, كيرف مش, كيرف لا, كيرف لا مش شرط لا مش شرط لاين على كيرف عادي يعني هو السبايرال دي ليه ليه مجموعه حاجات وحتى السبايرال في الطرق السريعه وما الى ذلك ليه ليميت معين برضه انت هتوصل لغايه ليميت معين ويقول لك يعني هو السبايرال نفسه لو انت دخلت في الكود مثلا لو انت بتعمل الهاي واي في الكود بيقول لك والله انت السبايرال ده ليك حد معين توصل لحد عنده وتستخدمه يعني هو السبايرال يعني انا مثلا عندي لاين وبعدين كيرف اللي آه هو بص هو مثلا هنا هو بيقول لك هنا ماكسيمم ريديوس فور يوز سبايرال كيرف هنا على حسب السرعه عندك السرعه مثلا 20 الماكسيمم 24 يعني ايه لو انا سرعتي 20 والريديوس عندي مثلا 35 تمام كده الريديوس في السنتر لاين 35 انا مش محتاج سبايرال اقصى حاجه استخدم فيها <applause> في السبايرال 24 واخد بالك لان مثلا ممكن اعمل كيرف كام فرضا عامل كيرف 9 فتسال لا, لا يفضل ان انت تعمل سبايرال قبل وبعد لكن وصلت مثلا عملت راديوس كيرف مثلا 30 لا انت مش محتاج مش محتاج هنا ايه سبايرال انت مباشره ممكن ايه ممكن تعمل كيرف على طول لاين كيرف لاين بس هي ايه طبعا على حسب بقى المعيار انت عايز تعمل سبايرال عمليه انتقاليه على حسب سرعه الطريق وما الى ذلك طب وبالنسبه للسوبر اليفيشن هندسه في اللي هو بيبقى ليه جزيره وسطيه 14 متر طيب. السوبر اليفيشن انهي واحده منهم لا ما دلوقتي بص انت السوبر السوبر بتاعك في الحاله دي الجزيره نفسها ما بتاخدش سوبر، صح كده مظبوط؟ اه لا هي الجزيره جزيره وسطيه ما فيهاش حاجه تراب اه ما فيهاش سوبر فهي ساعتها انت ممكن آه تاخد ده بس هو الالايمنت في نص الجزيره فاختار مثلا زي كده اهو ديفايد, ديفايد, ديفايد بلانر بص هتاخد ديفايد بلانر وزميديان حلو كده وبعدين الفكره كلها الشغل كله هيبقى في الاسمب في الاسمبل اللي انت هتعمله هو انت عباره بتعمل لينك من السنتر لاين بتاعك للايدج بتاع الاسفلت ومن الايدج الاسفلت يبتدي اللي هي الشغل بتاعنا دي ان شاء الله في الكوريدور انا نعمل المثال ده كده دفايد بلانر تمام هندسه تمام شكرا دفايد بلانر وز ميديان هيبقى عندك اليمين لوحده والشمال لوحده وبادئ منين من, من هي بس منطقه الميديان الجزيره الوسطيه دي اللي هتعمل لها ايه؟ هتعمل لها لينك عشان البرنامج يقدر يشوف هو حته الترانزيشن لان هندسه اللي هي تولين او فور لين ديت تعتبر في الاتجاه الواحد ولا الاتجاهين؟ لا هي الفكره كلها ان التولين او الفور لين عشان يطور لك عمليه الترانزيشن شويه طول ما الطريق بيعرض فمنطقه الترانزيشن بتطول شويه اللي هي منطقه التغير نفسها تغير الطولي يعني مثلا هو بدا فضل على سبيل المثال بدل هنا ما عملنا احنا السوبر كان واخد مثلا في المنطقه دي كان واخد الترانزيشن بتاعه 16 متر فلو انا قلت له فور لين لا ممكن ياخدها 20 متر بيطولها شويه بس قال يعني واخد بالك بس شكرا لك شكرا العفو يا فندم العفو يا تفضل <applause> السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شون شام يا حضرتك؟ هلا بك اخبارك تفضل. شون شام حضرتك بارك الله فيك. الله يبارك لك تسلم والله سؤالي سؤالي من المحاضرة اللي فاتت خاص بالأوفسيت ألاينمنت كنت حضرتك أرجعت, أرجعت السؤال لما لما نشرح المحاضرة. الموضوع ببساطه احنا بنشتغل احنا بنشتغل رود تمام احنا بنشتغل رود في داخل المشاريع يعني رود بسيط داخل محطات الكهرباء او محطات الميه أه أه انا بحتاج الاوفست الاينمنت بعمل الاوفست دوت من الاينمنت الرئيسي رايت والليفت لكن المشكله الاساسيه ان انا عايز افعل نسبه الميل الجانبي اللي حضرتك ذاكرها في المحاضره وذاكرها في الكورس مش بتظهر عندي خالص على طول غير مفعله انت على طول مطفيه استاذ حضرتك, حضرتك, حضرتك عملتها دلوقتي هو... وظهرت عندك ظهرت عندك التاب فضل. سؤال التاب اساسا ظاهر عندك ولا لا؟ شغال على الفيرجن كام بس؟ 16 لا 16 مش موجوده فيه عندي في المكتب 19 الموقع. طيب هتلاقيها نفس ال... نفس الفكره كده بس بص هي هنا في الحاله دي زي ما انت شايف الشاشه هي مش مفعله ليه؟ جميل. تمام لان لان البروفايل نفسه ما فيهوش بروفايل او سوري الالاينمنت الاساسي ما فيهوش بروفايل فما اتفعلتش ما ظهرتش واخد بالك هنا هي مش مفعله انا مش عارف اختارها ولكن مين. لو انا رحت مثلا في البروفايل انا عندي المسار ده المسار ده في, ما في 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 سوري المسار ده كده اللي انا اخترته هنا ده المسار ده فيه في, في بروفايل بالفعل لو انا بصينا حتى هنا بروفايل فيو على سبيل المثال هعمل بروفايل زريعه عندي مسار ارض طبيعيه ومسار تصميم فساعتها لو انا اخترته وقلت له انا عايز اعمل اوفست الاينمنت فساعتها التاب دي هتبقى مفتوحه معايا ويقول لي اهو انت عايز تختار مين فاختار البروفايل التصميمي اهو هم.. فهمت حضرتك يعني رقم واحد ان انا بعد ما اعمل اخش اعمل له على طول البروفايل لازم تعمل بروفايل تصميمي للموضوع بتاعك للرئيسي عشان هو يبتدي اه للرئيسي لان هو بص هو كله هو بيرنت بيرنت يعني ايه هو الـ ايه هو البيرنت اللي هو الايه بيسموه البيرنت بسم الله الرحمن الرحيم البيرنت اللي هو المشترك معاه المرتبط مرتبط بيه البار مرتبط بيه يبقى دلوقتي هو هيرتبط بانهي بروفايل لان هو اساسا الاوفسيت الاينمنت ده مرتبط بمسار اللي هو الاينمنت ده تمام كده وفي نفس الوقت مم. لو انت عايز تعمله بتربطه برضو ايه بالتصميم بال 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 بتاعه لو عندي اكتر من تصميم هيظهر لي انا باجل البروفايل بعد ما اخلص الالاينمنت الرئيسي والاوفسيت وبعدين اخش اعمل البروفايل فانا عايز اعمل جري مش عارف بخلاص خلاص بس انت اعمل كده اعمل كده وبعد كده اعمل يعني مثلا على سبيل المثال احنا دلوقتي عملنا الأوفست اللي موجود ده على مين؟ على مسار من اللي موجودين على سوري تصميم من اللي موجودين اللي هو ده لو انا اخترته حتى وقلت له الباراميترز بتاعته هو هنا مش جايب المسار مش جايب هنا تفاصيله لا ثواني بسم الله الرحمن الرحيم اهو الاوفست باراميترز حلو كده زي ما انت شايف هو هنا لايت مين لقيت الالاينمنت اللي هو الاكزيستنج رود واخد من البدايه لحد هنا بس هو المفروض هنا بيديني اوبشن ان انا اغيره لحظه واحده كده اتاكد بسم الله الرحمن الرحيم لا هو ما بيختاروش لا يبقى يفضل انت تعمل على البروفايل الاول على الرئيسي يا فندم على الرئيسي لان هو هيرتبط بالرئيسي وطبعا هي الفكره ان هو ميول يبقى اه بالظبط كده وبعدين تعمل اوفس بس لحظه واحده كده استاذنك معلش اتفضل اه لان هو هنا واصل عليه واصل عليه اه بالظبط كده هو البص البروفايل داتا هو واخد البروفايل داتا اللي احنا ايه اللي احنا اخترناها له ولكن هي الفكره بقى ان انت ممكن هنا بتعدل حتى الميول الجانبيه دي, دي طبعا شارحها انا بالتفصيل هناك وهوريكم أه الفيديو دلوقتي آه الفكره لما تيجي انت بتعمل الاوفست الاينمنت هو طبعا كله مرتبط بالطريق الرئيسي هقول له انا اوف هو بياخد من الطريق الرئيسي بياخد مسافه من الطريق الرئيسي وبياخد نسبه ميل من البروفايل اللي موجود في الطريق الرئيسي نسبه الميل وطحي. دي مش شرط تبقى نشط نشط عليه نشط نشط لان انا عندي بروفايل لان انا عندي بروفايل تمام 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 واضح تمام. حلو كده في نفس الوقت الكروس سلوب دي المسافه دي سوري او السلوب ده مش شرط يبقى ثابت ممكن تعمله متغير دي انا شرحتها بالتفصيل في القناه متغير التعليم. سواء للرايت او الليفت قصدي حضرتك لا في ال... في الرايت لوحده مثلا فرضا على سبيل المثال انت عايز تمشيه شويه نص في المية وبعدين عايز تمشيه 2 في المية وبعدين عايز تش... ترجعه نص في المية تاني وهكذا على طول المسار على طول المسار يعني لو حضرتك رجعت كده للقناه عندي هتلاقي هي كيفيه عمل التوسعات للطريق الدرس رقم 69 رقم الفيديو 69 اه خد الاول كيفيه عمل المسار الموازي اللي هي رقم 68 وبعدين 69 تمام الاثنين دول تمام. مع بعض بس هي المسار موازي المسار موازي اللي هي رقم 68 68 دي انا شارح ازاي تعمله وازاي, تعمله وإزاي تعمل الميول الجانبيه بتاعته وفي نفس الوقت ازاي تغير الميول الجانبيه من قيمه لقيمه يعني اول مية متر خل... في الفيديو فعلا شرحتها في الفيديو الجانبي فان. كان منشط لكن الحته منشط... التكه دي التكه دي ما ظهرتش غير لما احنا نفذنا ازاي ايه مش البروفايل بس, بس. حط بروفايل اه تمام تمام يا فندم اشكرك اشكرك يا باشمهندس العفو يا باشا شكرا يا فندم شكرا سلام عليكم الله وبركاته حد تاني عنده اسئله يا شباب تمام <applause> بس <applause> هو في كذا حد كان كاتب على الشات بس حضرتك عايز تاجل الشات للاخر او زي ما حضرتك عايزين يعني آه ما فيش مشكله يعني هو آه انا ببص في الشات والله هم شغالين كده ممكن شرح التقارير كامل مع الاحداثيات والليفل والميول والاوفسيت في شيت واحد للتوقيع في الموقع مبدئيا الاحداثيات هديك شفت بيطلع منين اللي هو الانكريمنتال ستيشننج ريبورت ده الاحداثيات البروفايل لما نعمل البروفايل نفس التقرير انكريمنتال ستيشننج ريبورت هيطلع لك المناسيب يبقى انا كده طلعت احداثيات من هنا طلعت مناسيب من هنا الميول الجانبيه بتطلع في حاله لو انت عملت كوريدور وطبعا لو طلعت كوريدور هيدي لك ايست ونورث وزد يبقى في حاله لو انت عندك كوريدور للطريق كامل استو وورش وزد من اهو هتلاقي الكوريدور هتلاقي حاجه اسمها ستيشن سوري سيكشن بوينتس سيكشن بوينتس ده تقرير سيكشن بوينت يطلع على ستيشن كل كل متر او كل سوسايتي زي ما انت عايز ده ان شاء الله في الكوريدور هنشرح ولكن مبدئيا لو عايز الاينمنت سنتر لاين فقط عايز بروفايل سنتر لاين فقط من هنا ميول جانبيه وما الى ذلك يبقى لازم تعمل كوريدور في الرسم عشان تبتدي تطلع بقيه الايه بقيه البيانات ازاي اظهر مناسيب مناسيب لسه هنخش في المناسيب آه في مشكله في الصوت يرجع اعاده شرح توسعه الاوفست هستاذنك معلش توصل للقناه عندي بس كده الدرس رقم 68 و69 في الدوره الاساسيه هتلاقي تفاصيل لايه؟ شرح التوسعه على منفرده يعني استخراج الاحتسابات باوفست معين هو حاليا زي ما انت شايف ان الاوف سوري الخط المستقيم ده لو هو على السنتر لاين ممكن بتعمل حركه ثانيه في حاله لو نستاذنكم اللي بيكتب على الشاشه اللي بيكتب على الشاشه يا شباب كلير اول عندي هنا اسف هبتدي انا اضغط على مسار مثلا على سبيل المثال خلينا في المسار اللي هو كان هنا ده المسار ده تمام في حاله لو انت هتعمل تقرير فبدي لك السنتر لاين فقط لو عايز يمين وشمال طبعا بدون مناسيب بتبتدي تدخل على البوينت حلو كده هتلاقي الالينمنت هتلاقي حاجه اسمها الميجر او الديفايد في الحاله دي انا هقول له ميجر عشان هيطلع قيم معينه فبيقول لي بادئ من ستيشن صفر فبقول له ايوه سوري زيرو انتر از نوت valid من النقطه دي ستيشن زيرو لحد النقطه دي اللي هي الستيشن الاخيره تقريبا انا اسف معلش هو دلوقتي احنا اخترنا له من هنا الالاينمنت ميجر اوبجكت الالاينمنت اللي هو المسار ده من البدايه فبقول له انتر لحد الاستيشن النهايه مثلا فبقول له انتر بيقول لي على اوف كام فهنا بتحدد له الاوف اللي انت عايزه على سبيل المثال انا بقول له 10 متر تمام كده الانترفال كل قد ايه كل 25 متر وبقول له انتر فبيقول لي بقى ديسكريبشن ايه والاليفيشن ايه بيبتدي يظهر لك النقاط زي انت شايف على الرسم ديسكريبشن والاليفيشن طبعا انا مش هقعد اقول له انتر 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 لا بتيجي انت حضرتك عند البوينت كريشن تولز هنا العلامه اللي على اليمين دي مجرد ما بتضغط اه طب كويس ان احنا قلنا الحته دي في البوينت كريشن تولز هنا سعادتك هتبتدي تعمل ايه تقول له والله انا عايز الاليفيجن بيبقى نون مش عايز اليفيجنز لان ما فيش مناسب بالفعل وفي الديسكريبشن عايزه ايه اوتوماتيك اوبجكت يعني ايه اوتوماتيك اوبجكت هيطلع مرتبط تقريبا بالاسامي الاسم بتاعه مرتبط بالالاينمنت اللي موجود في الحاله دي اقول له انا عايز اعمل ميجر للالاينمنت واختار له الالاينمنت واقول له ستيشن البدايه ستيشن النهايه والاوفست بتاعي انا عايزه على 25 متر حلو كده والانترفال كل 10 متر مثلا وزي ما انت شايف عمل لي على خمسة 25 كل 10 متر في نفس الوقت لو انا اخترت النقطه وقلت له الليست بتاعتها زي ما انت شايف بص الديسكريبشن بتاعك قال لك ايه؟ قال لك دي اللي هو رود 01 اللي السيشن بتاعتها كذا. دي في حاله لو انا اخترت ايه؟ برومبت فور ديسكريبشن قلت له اوتوماتيك اوبجكت يبقى هو بياخد العنصر بتاعي وبيبتدي ينسب ليه، طب انا عايز اخد مثلا النقطه دي مجرد ما بشوفها كده بيقول لي والله النقطه دي الديسكريبشن بتاعها رود واحد الاستيشن بتاعتها 400 وكام؟ 460 يبقى إيه انت تقدر تجيب كمان الاستيشن بتاعت النقطه اللي انت طلعتها دي عباره عن ايه؟ مجرد ما انت بس اخترت مين؟ اخترت ان الديسكريبشن بتاعك كانت تعمل له اوتوماتيك اوبجكت. اتمنى تكون وصلت دي بطريقه سهله وبسيطه. آه طريق سرعته 120 في كيرف نص قطره 5000 و6000 محتاج سوبر ليفيجن ويفضل طبعا ان يبقى السوبر موجود في كله هو البرنامج هيبقى. هيشوف لك القيم بتاعته ايه ويقول لك ويقول لك محتاج سوبر ولا لا ازاي اعرف ازاي كان الكيرف ده محتاج سوبر ولا لا يعني اعرف ازاي الكيرف محتاج سوبر ولا لا على حسب انت المشروع بتاعك السرعه بتاعته ايه وال... وطبعا يكون على حسب السرعه طبعا بيختلف عمليه الايه ومعي الكيرفات بتاعتك بناء على السرعه بيحسب لك البرنامج سوبر وعلى قيمته قد ايه هل كام في الميه بناء على نوع الطريق بتاعك شكرا على المحاضره الشيقه الله يبارك لك يا رب طب اعتقد ان احنا كده خلصنا الاسئله لو في حاجه انا عايزينكم نخليها لايه لحد الاخر نبتدي على البروفايلز مستعدين يا شباب كله يكتب واحد عشان نتاكد بسم الله الرحمن الرحيم طيب على بركه الله أه نبتدي فين؟ ال... لحظة واحدة بس كده في البروفايلز انا كنت عملت ده وده واقول له ديليت واعمل ده واقول له ديليت ايه هو البروفايل؟ البروفايل عبارة عن القطاع الطولي للطريق القطاع الطولي للطريق سوري ماشي عشان بس اشيل الانوتيشن اللي موجوده دي كلير اول هنا يعني ايه طول الطريق؟ دلوقتي انا عندي ده سطح الارض الطبيعيه انا عامله دلوقتي الشكل بتاعه اللي هو البوردر اونلي اللي هو الحدود الخارجيه ده انا بصيت عليه اوبجكت فيور عشان نتاكد اهو زي ما انتم شايفين ده سطح مين؟ سطح الارض الطبيعيه تمام؟ المسار بتاعي اللي هو الالاينمنت في الحاله دي احنا هنشتغل على الالاينمنت اللي موجود هنا مجرد اختيار الالاينمنت بيجي حاجه اسمها السرفيس بروفايل ايه هو السرفيس بروفايل اللي انا عايز أشوف شكل الارض الطبيعيه على سنتر لاين الطريق اللي موجود في العادي هو بيظهر على السنتر لاين ولكن انت ممكن بتدي له اوبشنز ان انت تظهر شكل الارض الطبيعيه على السنتر لاين او على يمين وشمال السنتر لاين ففي الحاله دي انا عايز اشوف شكل الارض الطبيعيه تحت بالظبط تحت المسار بتاعي هنا شكل الارض الطبيعيه ايه مجرد ما بضغط عليه وبقول له سيرفيس بروفايل معنى سيرفيس بروفايل يبقى انا عندي لازم يكون في سطح موجود في الرسمه عشان ابتدي اعمل له ايه سيرفيس بروفايل اما لو سطحي تصميمي فبعمل له ايه ببتدي اضغط له على البروفايل فيو بيظهرها وبعدين بعمل له بروفايل تصميم، في الحاله دي انا هقول له سيرفيس بروفايل تمام؟ فهو الراجل بيقول لي والله انت الالايمنت بتاعك اللي هو 01 بادئ من السيشن كذا للسيشن كذا وبيقول لي تو سامبل من الى، يعني ايه تو سامبل؟ هو في العادي بياخد سامبل يعني بياخد عينه. عشان برضو كلمه سامبل دي هتقابلنا كتير بعد كده سامبل يعني بياخد عينه من الحاجه اللي احنا بنديها له في الحاله دي بيقول لي انت عايز العينه بتاعتك من البدايه لحد النهايه ممكن اقول له لا انا عايز مثلا السامبل بتاعتي لحد نص الطريق بس وهكذا يبقى انا بحدد له من هنا الحد الحدود بتاعتي كاستيشنات من الى طول ما انا ما اخترتش سامبل اوف يبقى هو هياخد السنتر لاين بتاع الطريق ادي عندي هنا لو عندي كذا سطح بيظهروا معايا في القايمه دي مجرد ما بختار السطح وبقول له اد بيبتدي يظهر معايا تحت هنا بيقول لي والله السطح بتاعك دود". اسمه ان جي ال بتاعه صفر، معنى ذلك ان هو هيديني شكل الارض الطبيعيه تحت المسار مباشره. لو انت حبيت تجيب يمين المسار شويه او شمال المسار شويه تبتدي تتعلم على كلمه سامبل اوفسيت وتكتب له الاوفسيت انا عايزه على بعد مثلا 10 متر يمين و10 متر شمال. ايه فائده الموضوع ده؟ احيانا بنستفيد منها في حالة لو انا يعني انا عايز اشوف شكل الارض الطبيعيه على بعد يمين ويمين وشمال الطريق هتبقى كام؟ فانا عندي مثلا عرض الطريق 10 متر فمبدئيا انا عايز اشوف على بعد 10 متر يمين و10 متر شمال شكل الارض الطبيعيه متغير عن السنتر لاين ولا لا؟ لان ممكن يكون السنتر لاين في منطقه وادي ويمينه وشماله جبل فيبقى انت يبقى مدرك الى حد ما يمينك وشمالك اللي بيحصل. على هذا الاساس لو انا قلت له ان جي ال كتبت له هنا سامبل اوفست على 10 متر فهيجيب لي كأني واخد اوفسيت 10 متر يمين وهو جايب عليه بروفايل و10 متر شمال وهو جايب عليه بروفايل. في الحاله دي انا هاخد بس السنتر لاين عشان ايه ما نقولش ايه ما نقولش اكتر من كده سوري إيه؟ ما ناخدش داتا اكتر من كده. طيب عندي حل من اتنين يا اما اقول له اوكي يا اما درو بروفايل فيو. ايه هي البروفايل فيو ده؟ هيعرض لي الشكل اللي انا ايه الشكل اللي انا خدته او العينه اللي انا خدتها. على سبيل المثال انا نسيته ورحت قايل له اوكي. طيب هو كده الراجل طلع لي ويندو قال لي الف مبروك انت عملت مين؟ عملت بروفايل فيو بتاعك للايه للحاجه بتاعتك. بصوا يا جماعه الشاشه دي مش عارف احنا اتكلمنا عنها ولا لا اسمها البانوراما البانوراما دي بتحصل فيها حاجات كتير بيطلع فيها شويه تفاصيل بيطلع فيها حاجات اهم حاجه الايفنتس الايفنتس الاحداث بتاعتك بالذات لو ما بيحصل ايرورز بالذات طبعا في حبيبنا الكوريدور بيبقى الايرورز بسم الله ما شاء الله يعني بتظهر كلها هنا وبعد كده انت ممكن تيجي اكشن وتقول له كلير ايفنتس وبتاع الفكره كلها ان اي 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 مشكله بتظهر عندك هنا انت هنا بيقول لي التايب بتاعك ده انفورميشن دي معلومه معلومه يعني ما فيش مشكله ما يعني عنديش اي مشكله هو بس انت عملت حاجه جديده فقال لك دي انفورميشن معلومه اما لو ايرور بيظهر لك عندك ايرور هنا فمجرد انت بتضغط دابل كليك عليها بيقول لك والله الانفورميشن دي بالتفاصيل بتاعتها عباره عن ايه؟ تمام كده لو ايرور نفس الشيء دبل كليك وتعرف الايرور ايه لان ده هنشوفه ان شاء الله اثناء الكوريدور لان انا من محبي ان انا طبعا شغال على شاشتين مش عارف ابقى اصور لكم الوضع عندي انا دايما شغال على شاشتين الشاشه اللي على اليمين دايما الصغيره حاطط فيها الويندو دي بالذات وانا شغال في الكوريدور عشان لما بيظهر ايرور في الكوريدور اعرف ايه هو واحله مباشره بحيث بعد ما بخلص مشروع بالكامل بتلاقي مثلا انا عامل مثلا فرضا 50 طريق ما فيهمش ولا ايرور واحد ليه لان انا بحل الايرورز مره بمره ورا بعضه على طول عشان لو عندي الايرورز دي تراكمت مش هعرف احلها وهتوه منها ولو حصل اي تغيير في الكوريدور بتاعي ان شاء الله ده بعد كده في النصايح يعني حصل اي تغيير في الكوريدور انا مش هحس بحاجه لان هي كل شويه ايرور بتطلع لي وانا عمال ايه اقول له كلير نظفها 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 وتبقى الدنيا بايظه اساسا. طيب فالشاشه البانوراما دي من الشاشات المهمه ايه جدا بتظهر معانا وتختفي طبعا هي بتظهر في حاله اللي حصل ايرور او انفورميشن وبعد كده انت بتقفلها ايه ديسميس خلاص بيقفلها لك من على الشاشه. طيب دلوقتي انا عملت بروفايل فيو اتاكد من ان انا سوري عملت بروفايل خدت عينه من الارض الطبيعيه على المسار بتاعي بتظهر معاك فين قائمه بروسبكتور على قائمه الاينمنت طبعا زي ما انتم شايفين القائمه الاساسيه ما فيهاش بروفايل لان الاينمنت البروفايل سوري البروفايل والسوبر الفيجن الاثنين دول تابعين للالاينمنت فتلاقيهم تحت الالاينمنت دايما الالاينمنت هنا متقسم على حسب الانواع ففي الحاله دي انا عندي سنتر لاين فبقول له اضافه انا عندي الخط بتاعي اللي هو ده تقريبا اسمه رود واحد تمام <سؤال> بضغط على علامه الزائد اللي جنبه هنلاقي حاجه اسمها اللي هي البروفايلز هنا مجرد ما بضغط عليها قال لي والله انت عامل بروفايل للارض الطبيعيه هو مسميها سيرفس ثلاثه احنا ممكن نشيل حتى كلمه سيرفس ثلاثه دي تقريبا ممكن تتشال وبتقول له اوكي تمام اللي هو ال -NGL. طيب هل انا عندي بروفايل فيو في الرسمه؟ لا ما عنديش هل عندي سامبل لاين مرتبطه بالمسار ده؟ لا ما عنديش عندي سوبر اليفيشن فيو موجوده في الرسمه؟ لا ما عنديش لو عندي بتظهر مباشره عندك ليه لان كل ما هنالك تعمل كليك يمين وبتقول له مثلا آه سوري زوم تو في حاله لو هي ايه على الرسم طيب انا عايز ابتدي اظهر البروفايل ده واشوف شكله عامل ايه مجرد ما بتضغط على الالاينمنت بتاعك هتلاقي البروفايل فيو ظهرت معاك فوق هنا او لو انت على الهوم ويندو هتلاقي عندك انت ممكن بتختار بروفايل فيو تقول له كرييت بروفايل فيو وبتختار له مين تختار له بتاعك اللي موجود في الحاله دي انا عندي البروفايل اللي الرود واحد تمام البروفايل فيو ستايل طبعا هي ليها ستايل عندنا مجموعة استايلات بتنزل مع البرنامج وممكن انت تعدل فيها زي ما انت هي زي ما انت عاوز زي ما هنشوف دلوقتي. الرينج اللي هو دلوقتي انا خدت اوريدي عينة زي ما احنا شفنا ان احنا عينة خدناها من البداية للنهاية. هل لازم اعرضها كلها؟ لا انا ممكن اعرض له من البداية مثلا لحد النص او منطقة في النص بس زي ما انت عاوز. في الحالة دي هاخدها من البداية لحد النهاية. الهايت اللي هو الارتفاع بتاعه ففي الحالة دي انا اوتوماتيك بياخد اقل قيمه واعلى قيمه بياخد بيزود عليها شويه او بيقلل عنها شويه او ان انا بدي له قيمه معينه كبدايه من تحت وقيمه معينه كبدايه من فوق والسبليت دي في حاله انا هقسمه كذا ايه كذا كذا بروفايل بناء على الارتفاعات بتاعته أنا نرجع لها ان شاء الله بعدين في منطقه متقدمه شويه البروفايل ديسبلاي اوبشن هو بيقول لي والله ان ال ان جي ال او السطح بتاعك هيظهر بالستايل اللي اسمه ايه ground جراوند بروفايل وهنشوف الكلام ده كله لما بيظهر معانا عندي الداتا الداتا باندز اللي هي او الكتابات اللي بتظهر تحت طب الحاله دي هنخليها الستاندر والهاتش برده هنخليه مؤقتا دلوقتي واقول له كرييت بروفايل فيو ونزل لي البروفايل فيو هنا زي ما احنا شايفين ظهر معايا البروفايل فيو عباره عن جريد او شبكه كبيره فوق فيه. فيها الخط الاحمر ده مجرد ما بضغط على الخط ده بيقول لي الخط ده عباره عن البروفايل ان جي ال يبقى اي عنصر من العناصر اللي مرسومه جوه الجريد دي اقدر اختاره ويقول لي مباشره ده عباره عن ايه تمام الجريد uh, اللي موجوده دي اللي هي البروفايل فيو نفسه اللي تحت دي اللي هي المنطقه اللي فيها البيانات اللي تحت دي اسمها الايه البيانات اللي, اللي موجوده تحت طيب uh, اقدر اعدل اي اي عنصر تتعدل مجرد ما بتضغط عليه وبتعمل كليك يمين وبتقول له ايديت فبيعمل لك ايديت للستايل ده او مجرد ان انا بختار زي ما احنا شايفين او زي ما احنا عارفين كل عنصر من عناصر السيفل مجرد ما انت بتختاره بيظهر لك مباشره التاب بتاعه بتاع التغييرات في الحاله دي لو انا عايز اعدل اي حاجه في البروفايل فيو ببتدي اختار بروفايل فيو بروبرتس وهو مقسم لك هنا مجموعه عناصر الباندز اللي هي موجوده تحت خالص البروفايلز اللي هي الخطوط اللي جوه المحتوى اللي جوه الجريد دي نفسها طب الجريد نفسها فين في الستايل اللي هي البروفايل فيو الاستشانات اللي هي من البدايه للنهايه يعني انا ممكن في اي وقت اغير القيمه بتاعتي بدل ما هو من من الى لا هعمل لهم ارقام ثانيه زي ما انا عاوز ونفس نفس الشيء بالنسبه لايه فوق وتحت تمام يبقى انا في الحاله دي هبتدي اقول له ايه والله انا عايز اعدل على سبيل المثال الجريد الشبكه دي الشبكه دي زي ما انتم شايفين لو بصينا انا عندي هنا دي ستيشن صفر ستيشن 20 وما بينهم ثلاث خطوط يعني معنى ذلك ما ان هو ماشي 5 10 15 20 هو ماشي كل 5 متر ففي الحاله دي انا عايز اخليه كل 25 متر في العادي البندات اللي تحت بتتبع الشبكه اللي فوق بتتبع الميجر بتاع الشبكه اللي فوق مجرد ما بختار هنا وبعمل كليك يمين وبقول له ايديت بروفايل فيو بيظهر معايا الويندو دي اول حاجه الجراف اللي هو ايه؟ أنا بس هنعمل شويه زوم كده عشان نبقى شايفين دلوقتي فرق المنسوب هنا على سبيل المثال هنا مكتوب لي ده 24 وده 26 يعني المفروض فرق المنسوب 2 متر لو انا حبيت اقيس بالانوتيت وجيت قلت له والله قيس لي من المسافه من هنا لحد هنا و... اوكي زي ما انتم شايفين جاب لي كام المسافه 20 متر في حين ان هي المفروض تكون 2 متر فقط لان في العادي البروفايل بيبقى معمول له سكيل راسي 10 10 في 10 مرات سكيل راسي 10 مرات ليه عشان يبين لك قيمه التغييرات او فرق التغييرات على المسار بتاعك ولكن فعليا انت لو حبيت تقللها في اي وقت بتعمل كليك يمين وبتقول له ايديت فيو ستايل وبتبتدي تعدل قيمه الايه؟ الفيرتيكال اكسكريشن اللي هو التضخيم الراسي اللي هو في العادي 10 انت ممكن تعملها واحد يبقى بص لو قلت واحد وقلت له اوكي زي ما انتم شايفين هنا القيمة هتطلع ايه؟ تطلع ستاندر مظبوطه وده شكل الارض الطبيعيه فعليا اللي موجود ولكن يفضل وانت شغال بتخليها مضروبه مثلا في 10 دي القيمه الراسيه تمام؟ مجرد ما تقول له ابلاي بي بي مباشره بيتعدل معاك عشان تبقى شايف التاخيرات بتاعتك عامله ايه؟ عامله ازاي؟ طيب من الحاجات الثانيه اللي انا عايز اغيرها هي الجريد نفسها الشبكه. بصوا يا جماعه عشان هي بس الناس تختلف عليها الهوريزنتال اكسس اللي هي ال زي دايما بصوا على الشكل ده عشان الناس بتختلف بس معايا الفيرتيكال والهوريزنتال. المفروض الخط ده كده خط راسي لا هي المفروض ده الهوريزنتال لان هو بيتكلم على المسافات الافقيه اللي هنا. فدايما بتشوف هنا والله المسافات الافقيه بتاعتك زي ما انتم شايفين هو كاتب لك هنا كل كام كل 20 متر كميجور وكل 5 متر كماينور فانا بقول له انا عايزها كل 25 متر حلو كده والانترفال كل 5 متر ما فيش مشكله طب والفيرتيكال الراسيه هو كاتب لك هنا كل كام كل 2 متر وال وال, وال والماينور اللي هو الثانوي كل متر لحد كده اوكي وباجي في قائمه ديسبلاي ديسبلاي دي خاصه باظهار مين اظهار الليارات بتاعه الشغل بتاعي ففي الحاله دي انا مش عايز اشوف الميجور سواء في الافقي او في الراس اللي الخطوط البينيه انا عايز اشوف بس سوري مش عايز اشوف الماينور عايز اشوف الميجور فقط باجي عند الماينور هنا بقى له علامه اللمبه دي بقى فلا ونفس الشيء هنا طبعا ممكن تغير اللون انا دايما بغيره بخليه 51 251 وبقول له ايه وبقول له اوكي نشوف مع بعض كده بقت الشبكه هنا عندي كل 2 متر تمام وعندي هنا كل 25 متر واوتوماتيك الكتابات اتغيرت كل 25 يبقى الكتابات السفليه دي بتتغير بناء على الكتابات العلويه اللهم الا انا غيرت بعد كده في الستايل باجي منين اعرفها منين؟ لو انا جيت في الباندز هنا زي ما انتم شايفين مكتوب هنا ايه؟ ماتش ميجر ماينور انكريمنت تو فيرتيكال جريد انترفال يعني ايه؟ هيعمل لي ماتش ما بين الخطوط بتاعتي بتاعت الجريد بتاعت الباندات اللي تحت وبعدين مع مين؟ مع الخطوط الايه؟ الخطوط اللي فوق حلو؟ يبقى ايه هو عامل ماتش ما بين الاثنين يبقى لو انا غيرت في اي وقت لو انا حبيت اظهر الـ 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 الكتابات بتاعتي كل 10 متر يبقى انا مجرد ما هطلع في الشبكه اللي فوق وبقول له اديت وبقول له عدل لي الشبكه بتاعتي اللي هنا دي كل 10 متر على سبيل المثال مجرد ما بقول له ابلاي بصوا ونقول له اوكي okay. هيبتدي مباشره يعدل لي الايه الحاجه زي ما انتم شايفين الكتابات دخلت في بعض لان المقياس كبير ممكن لو قللنا المقياس شويه تبتدي تظبط معانا شويه ولو كده هتضطر ان انت تغير حجم الكتابات قليلا في الحاله دي هخليها 25 متر سوري كل 25 تمام وبقول له اوكي بيبتدي ايه يعدلها لي زي ما احنا شايفين طيب نغير نكبر برضو ايه السكيل شويه عشان يبان معانا الكتابات طيب الكتابات اللي ده لو بصينا عليها هنلاقي ان الكتابات هنا رقمين بعد العلامه العشريه وهنا ثلاث ارقام ولكن الرقمين واحد ليه رقمين واحد حتى الان لان مفيش ما فيش تصميم تاني معايا او ما فيش منسوب تاني معايا اقدر اقارن بيه طيب نبتدي نعمل بروفايل تصميمي كده سريعا ونبتدي نشوف ايه المعطيات مجرد ما بختار انا الجريد ال ال بتاعتي او الشبكه بتاعتي آه بتظهر معايا الويندو العلويه دي من ضمنها حاجه اسمها ايه بروفايل كرييشن تولز يبقى انا هبتدي هنا اعمل مين ابتدي اعمل آه بروفايل تصميمي للطريق بتاعي حلو كده لكن لو انا حبيت في اي وقت على سبيل المثال عندي سطح تاني موجود هنا وحبيت اظهره معايا يعني مثلا على سبيل المثال نعمل سطح سريع عن كده كريت سيرفيس هنسميه اي جي 2 تمام والسطح ده هو عباره عن السطح الاساسي بتاعنا في الايديت بيس سيرفيس اللي هو الارض الطبيعيه وهنعمل له ايديت ناقص 2 متر ونص تمام يبقى يعني انا كده عندي سطحين فوق بعض سطح الارض الطبيعيه وسطح مين وسطح تاني اسمه الاي جي تمام لو انا عايز ابتدي اظهر السطح التاني معايا مجرد ما بدخل على الالاينمنت بتاعي وبقول له انا عايز اعمل سيرفيس بروفايل بيقول لي والله في سطحين عندك ان جي ال والاي جي طب الان جي ال ممكن اضيفه تاني اه ممكن تضيفه تاني وثالث ورابع وبوفست ثانيه ما فيش اي مشكله في الحاله دي لأ انا اقول له الاي جي اللي انا عايزه المره دي وبقول له اد ويقول لي طب الستايل بتاعه اكزيستنج ساعتها انا عندي هنا الستايلات في كذا ستايل فبقول له والله الستايل بتاعي اسمه مثلا انترسكشن بيزك مثلا بغير الستايل وخلاص ومجرد ما بقول له اوكي بقول له اوكي هنا بتطلع لك الويندو دي تاني ويقول له انفورميشن خد بالك يعني ايه معلومات ان انت عملت بروفايل جديد طيب مباشره هو عمل ايه نبص كده مع بعض هو ضافه لي مباشره على البروفايل فيو طب انا مش عايز اظهر يعني هو مباشره مجرد ما انا عملت هنا كده ضفولي مباشره على البروفايل فيو زي ما انتم شايفين عندي الكتابات تحت هنا ايه اختفت معايا مجرد ما بضغط هنا ولو جينا في الالفيجنز هقول له لا اعمله لي اوتوماتيك لان هو اوتوماتيك حوله لي يوزر لا هعمله اوتوماتيك وارجع اقول له ابلاي واقول له اوكي زي ما انتم شايفين ظبط لي ايه ظبط لي المناسيب بتاعتي بحيث بقت المناسيب بتاعتي كلها جوه الجريد ده رقم واحد رقم اثنين لو انا ضغطت برضو البروفايل فيو هنلاقي هنا في قائمه البروفايلز ان ظهر معايا السطحين بتوعي ال ان جي ال والسطح اللي اسمه الاي جي 0 اي 02 حبيت اظهره في الرسم بعمل له علامه الدرو دي اوكي ما حبيتش فبشيل له كلمه درو وبقول له ابلاي وبقول له اوكي هو كده اتشال من البروفايل فيو ولكن لسه كما هو جاهز موجود معانا فين موجود معانا في الـ في الالاينمنت بتاعنا احنا جينا الالاينمنت البروفايلز ادي الرود واحد قلت له بروفايل قال لي البروفايل انت عندك حاجه اسمها اي جي 02 وعندك حاجه اسمها ان جي ال يعني هو لسه موجود جوه ولكن هنا دي بروفايل فيو ما فيش اي مشكله انا بس شلت ايه شلتها من عليها ليس الا إيه. خد بالكم لو انت عندك حاجه مرسومه جوه شبكه الجريد دي وعايز تشيلها ما تضغطش عليها وتقول له ديليت ها لازم تضغط على الجريد نفسها وتقول له بروفايل فيو وتشيلها من علامه مين؟ من علامه الصح اللي موجوده هنا، ليه؟ على سبيل المثال احنا عايزين ايه الخط الثاني ده حلو اللي هو هيظهر تحت اللي هو الخط ده تمام؟ لو انا اخترته من هنا وقلت له ديليت زي ما انتم شايفين اتلغى من الرسمه تماما اتلغى زي ما انتم شايفين اتلغى من على اليسار هنا يبقى هو اتلغى من على الرسمه تماما حلو كده؟ اللي هو مين؟ البروفايل اللي انا اخدته ولكن لو انا حبيت ان انا احتفظ بيه جوه البروفايل طبعا كنترول زد آه عشان احتفظ بيه جوه المسار بتاعي كل ما هنالك ان انا بضغط على الجريد وبقول له والله تعمل لي ايه ما تظهره ليش في الرسمه مجرد بتجي على قائمه بروفايل وتقول له درو لا انا مش عايز اظهره شيل علامه الصح وبتقول له اوكي كده اختفى وفي نفس الوقت موجود معاك فين موجود معاك في الرسم دي بنستخدمها امتى لما بنعمل كذا بروبوزل انا عايز اعمل مثلا ثلاثه بروبوزل لتصميم تصميم مثلا لطريق ثلاث آه ثلاث مقترحات فالثلاثه مش هظهرهم في الرسمه مره واحده لا ممكن اظهر مقترح واقفل الاتنين التادين بس الثلاثه هيفضلوا موجودين معايا في الايه في الالاينمنت بتاعي بحيث اقدر استخدمهم في اي ايه في اي وقت طيب نبتدي نعمل آه نعمل ايه حاجه بسيطه كده في تعديل الشبكه الشكل العام بس انا طبعا انا بحب طبعا الجريد شبكه كامله على حسب ما انتم عاوزين يعني ودايما بعمل انا حركه آه هي حلوه في حاجه حلوه في العين سواء هنا وفي الطباعه بس هي لازم تاخدوها في الطباعه الشبكه دي الجريد عاده بتبقى لونها فاتح شويه أنا بعملها مثلا اللي هي كام؟ 51 بحيث يبقى لونها غامق كده وساعات بعملها أغمق كمان من كده يعني مثلا بختار المجموعة كلها من هنا لحد هنا وبقول له والله خليها لي مثلا 50 وبقول له اوكي زي ما تشوفين بقت الشبكة لونها أسود حالة لو الخلفية بتاعتي أسود بتبقى كويسة لكن أنا الخلفية بتاعتي مش عاملها أسود فكده إلى حد ما مريحة للعين لكن لو لونها أبيض أساسا الشبكة دي هتلاقيها مثلا على سبيل المثال هنغير لونها اللي هي باي لير وبقول له اوكي ابلاي هنا بتبقى فاتحه شويه ممكن تغيرها لو لو في ناس بتعملها افتح من كده اللي هي زي مثلا كده واقول له ابلاي دي هنا بتبقى الشبكه باينه هنا في في الرسمه ولكن في الطباعه ما بتبقاش باينه بتبقى في الطباعه خفيفه فانا بعمل ايه بقى؟ بعملها هنا في الرسمه بتبقى غامقه اللي هو مثلا 251 على سبيل المثال اللي هو ده كده انا هوريكم بس الشكل بتاعي مثلا لو جيت انا كنترول بي اللي انا هطبع حلو كده على بي دي اف مثلا بسم الله بي دي اف قلت له مثلا ويندو اللي هي المنطقه دي كده ونشوفها مع بعض زي ما انتم شايفين الكت... الخط اللي ورا طالع باهت شويه مش مؤثر على خط مين؟ على الخط بتاعنا بحيث ان التفاصيل بتاعنا تبان احسن حلو ولكن على الرسم هنا هو ايه مضايق شويه مش موضح قوي فبعمل ايه؟ انا بغير ال... القيمه بتاعتي هنا بخليها مثلا 200 اللي هو 251 بحيث حاجه استريح لها وانا شغال 251 تمام ولكن 251 ده لو انا جيت طبعتها نفس الشيء وقلت له بروفايل فيو هتلاقي ان الخطوط آه سوري انا اسف كنسل 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 اعمل كنترول بي وقلت له ويندو المنطقه دي كده بصوا هتلاقوا الكتاب انا عاملها ايه ابيض واسود ليه خير انا أن عايز هنا دي دبليو جي اوكي هتلاقي الخطوط هنا طالعه ايه طالعه غامقه شويه فبعمل ايه انا بقى بعمل في البين اساينمنت عندي هنا على اليمين بعمل اللي هو زي ما شايفين 251 254 يعني ايه البين اساينمنت دي مهمتها ان هي إيه بتتحكم انت في الاطوال بتاعه الخطوط والسمكات وال... وال... واللون فباجي على المنسو... انا بعمل الخط اللي ورا ده 251 حلو يبقى هو على الرسمه 251 ولكن في الطباعه بخليه 254 في الطباعه بغير له من هنا وبقول له 254 ولو قلت له سيف اجي مثلا في البروفيو هنا هتلاقوها هنا هي خفيفه حلو يبقى في الطباعه هتطلع خفيفه وفي نفس الوقت في الرسمه طالعه غامقه بحيث ايه هتبقى اريح للعين يعني دي حركه انا دايما بعملها عشان تبقى ايه العمليه اسهل بالنسبه لكم طيب حاجه ثانيه برضو في احيانا انت ممكن تغير الجريد بتاعتك تبقى متصله بس توصل لحد المسار اللي هو البروفايل بتاعك وتقف لو انا اخترتها له اديت بروفايل فيو في ناس تحب الحكايه دي اللي هي في الجريد هنا بتقول لك اللي هي الايه الكليب كليب يعني هيقطع هيقطع الشبكه بتاعتك سواء افقيا او راسيا لحد اعلى منسوب موجود عندك بحيث لو انا قلت له هايست بروفايل حلو كده لو قلت له اوكي okay. زي ما انت شايفين هو قطع لك الشبكه بحيث تبقى اوضح لمين العين طبعا في ناس بتحب الحكايه دي بس انا صراحه ما بحبهاش اتس يعني ان هو قطع لك الشبكه الافقيه والراسيه لحد اعلى منسوب موجود معاك طبعا لو جاي منسوب التصميم زي ما هنشوف دلوقتي منسوب التصميم جه اعلى من كده هيوصل لحد منسوب التصميم طيب نبتدي نعمل منسوب تصميمي مجرد ما بضغط باخت... بضخ... على بضخ... بضخ... الشبكه دي وبقول له انا عايز اعمل بروفايل كرييشن تولز بيبتدي هو يقول لي والله انت البروفايل كرييشن تولز بتاعتك دي هسمي أه لك البروفايل ده ايه بتسمي الاسم اللي انت عايزه مثلا فاينل جراوند او ديزاين او اي كان المسمى زي ما انت عاوز انا عاده بعمل الحركه دي بضغط هنا دي عشان بحد بعد بعدل النيم الاسم نفسه زي ما انتم شايفين هو الاستاندر اللي عنده هنا ايه الاينمنت نيم فبضغط له هنا كده هيكتب لي ان اسم الطريق رود واحد وبعدين مثلا مسافه وبعدين اف جي يبقى كده هيسميلي لي البروفايل التصميم الجديد اللي هو رود واحد داش اف جي تمام كده لو هو مثلا البروبوزال الاول زيرو واحد يبقى اف جي زيرو واحد عامل زيرو و وزيرو ثلاثه وهكذا تمام يبقى دي كده سريعا هيبقى هيتسمى رود واحد اف جي زيرو واحد طيب عندي ديزاين كارتيريا ممكن بحدد الديزاين كارتيريا بتاعتي هنا على حسب المينيموم تيبلز اللي هي بتاعت كام بتاعت الأشتو بتاعك او بتختار من ايه؟ بتختار من هنا الأشتو اللي انت شغال عليه، طبعا لو انت شغال على أشتو المسار نفسه شغال على 2018 يبقى تختار هنا 2018 2010 2011 2011 هي الاختلافات مش كتيره يعني الديزاين يوز ديزاين تشيك سيت بيشيل علامه الصح اللي دي معايير زياده عن اللي عن الحاجات بتاعتنا وهنا بيقول لي عايز تظهر الستايل ده شكله ايه طبعا الستايل ممكن تعدله في اي وقت وفي نفس الوقت الكتابات اللي موجوده تقدر تعدلها في اي وقت ففي الحاله دي بقول له كومبليت ليبل وبقول له اوكي وبيظهر بار نفس البارش الى حد ما نفس ال نفس البار بتاع مين بتاع الالاينمنت ولكن هنا معطيات طبعا ايه مختلفه طبعا عندنا برضو هنا الفيكسز والفلوتنج والفري نفس الشيء وبرضو فيكسد وفلوتنج فري نفس الايه نفس الشيء هنا برضو عندي هنا بترسم تانجنت خطوط مستقيمه ولا تانجنت مع كيرفات وبتدي له تفاصيل الكيرفات بتاعتك ايه او كونفرت اركس في حاله لو انت عندك اركات موجوده يقدر ايه يحولها لك تمام في الحاله دي انا هبتدي اقول له انا عايز تانجنت كيرف وهبتدي امشي على الايه على طبعا هو يفضل اثناء ما انت بتعمل البروفايل بتاعك بتمشي على الى حد ما ماشي مع الارض الطبيعيه بحيث تقلل كميات الحفر ايه كميات الحفر والرد هو الحاله دي مثلا نعمل همشي كده على سبيل المثال يعني هنعمل حركات بسيطه كده ونوصل لحد النقطه دي واقول له ايه واقول له انتر كل نقطه انا ضغطت عليها هيبتدي برنامج يحط لي مين يحط لي فيرتيكال كيرف في المنطقه دي زي ما انتم شايفين طلع لي مثلا هنا ايرور لو انا وقفت على الايرور فبيقول لي الكرنت كي فاليو 52 في حين ان المينيمم في الحاله دي المفروض يطلع كام؟ المفروض يطلع 100 وكام؟ 119 فبتبتدي تتعدل الكيرف بتاعك بحيث يناسب مين المنطقه الايه؟ اه بس اعتقد ان هو مش مش هيتعدل اه ان هو مش هيتعدل انا غير الميل بس شويه ده كده هيظبط معانا طيب آه، على سبيل المثال احنا هنشوف الكي فاليو برضه هنبقى لها تاني ولكن انا هنا مثلا بدات زي ما انتم شايفين كتب لك اول نقطه دي منسوب الاستيشن بتاعتها كام والليفل بتاعها كام وبعدين الفيرتيكال كيرف اللي هو حاطه ده والفيرتيكال كيرف الثاني والثالث الفيرتيكال كيرف دي في مناطق تغير الايه مناسيب انت عندك هنا سوري الميول هنا ناقص 3.55 وهنا ناقص 1.1 3 فعشان كده عمل لك نقطه النقطه اللي انا اخترتها له اللي هي نقطه البي في اي دي مجرد ما انا اخترت له كليك على الرسمه هو بدا يحط لي ايه كيرف ومجرد ما بضغط عليه وببتدي اضغط على العلامه دي بيظهر برده شاشه البانوراما نفسها ولكن المره دي بيقول لي البروفايل بيقول لي والله يعني انت بدات بالبي في اي بتاعتك دي وبعدين كان في بي في اي ثانيه هنا الجريد اللي داخل كام والجريد اللي طالع كام تمام وبعدين طول الكيرف اللي موجود هنا كام والكي فاليو كام كل قيم من القيم دي موجوده ايه؟ موجوده معاك يبقى كيف فاليو هنا المينيمم بتاعك 52 ممكن يبقى ازودها مثلا اخليها 100 طبعا ده بيأثر لك مباشرة في الايه؟ في بقية الاطوال. حلو كده؟ احنا 152 ترجع زي ما كانت. طول الكيرف نفسه الفيرتيكال Vertical نفسه تفاصيله ايه؟ بياناته ايه؟ طبعا نفس الشيء لو عملت كليك يمين في عمدان ممكن ايه؟ تظهرها بس طبعا عدد العمدان هنا اقل من ايه؟ من العمدان اللي كانت موجوده في الايه؟ في البروفايل سوري في الالاينمنت. في 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 تمام؟ ده كده البروفايل مثلا على سبيل المثال ده البروفايل التصميمي بتاعي مجرد ما بقى اضغط اسكيب زي ما انتم شايفين على الشمال هنا ادي الرود واحد بقى عندي هنا سطحين موجودين وعندي التصميم اللي انا سميته رود واحد اف جي داش 01 تمام كده اللي هو مين الخط التصميمي اللي موجود وطبعا هو اعطى له الستايل اللي هو الازرق بس زي ما انتم شايفين الشبكه الجريد هنا وصلت لحد التصميمي هنا وصلت لحد مين الارض الطبيعيه ممكن تثبتها كلها على المنسوب الاقل او المنسوب الاكبر بتبتدي تقول له بروفايل فيو وهنا بيقول لك اهو الكليب تو هايست بروفايل وكليب تو هايست بروفايل بقول له ابلاي ابلاي فهو خلاص بياخد المنسوب مين واخد منسوب الارض الطبيعيه وواصل لحد عنده طبعا انا في العادي صراحه ما بحب الشبكه كامله فسامحوني انا ما بحبش الجريد دي اساسا وبقول له اوكي بحب الشبكه تبقى ايه كامله كده وجميله طيب آه لو رجعنا تحت المناسيب مثلا على سبيل المثال انا عندي هنا التصميم هيبقى فوق والارض الطبيعيه تحت لو رجعت تحت هنا هنلاقي المنسوبين واحد زي ما هما ما اتغيروش ليه؟ لان حتى لان البند اللي تحت ما شافتش منسوبين مختلفين فبتدي اعدل منين؟ مجرد ما بتضغط على التصميم سوري الجريد نفسها وبتبتدي هنا تضغط على البروفايل فيو بروبرتس وبتيجي على الباندز طبعا الباندات دي ليها حوارات كتيرة جدا يعني ولكن مبدئيا احنا هناخد هنا في الباند نفسها في حاله لو هي فيها دايما بيبقى عندها بتظهر بروفايلين ممكن تبقى ظاهر بس كتابه واحده ولكن هو بيدي لك الاوبشن بروفايل واحد وبروفايل اثنين. في الحاله دي بروفايل واحد اللي هو ال ان جي ال، البروفايل اثنين كل الـ كل البروفايلات اللي موجوده معاك على الالايمنت هنا اللي هم الثلاثه دول. عايز تظهر مين؟ ففي الحاله دي انا عايز اظهر التصميمي، بضغط التصميمي وبقول له اوكي. زي ما انتم شايفين مباشره جاب لي هنا الارض الطبيعيه والتصميمي، زي ما احنا شايفين هنا التصميمي 640 هنا 634 معنى ذلك ان التصميمي اعلى، بالفعل هنا اعلى. هنيجي يعني نبص مثلا في النقطه دي. هنا 633 ده ارض طبيعيه 628 ده تصميمي لو بصينا هنا على ايه بالظبط بالفعل الارض الطبيعيه اعلى من ايه اعلى من التصميم تمام طيب لحد كده احنا متفقين ان احنا خلاص عملنا المسار بتاعنا وعملنا البروفايل بتاعنا البروفايل ده يمثل ايه بقى في الطريق بتاعك والله على حسب ما انت عايزه بمعنى دلوقتي هنشوف ان شاء الله بعد كده في الكوريدور الكوريدور بكل ما هنالك ان هو بيجمع التصميم الارض الطبيعيه سوري السنتر لاين بتاعك وبيجمع البروفايل بتاعك وبيجمع الاسمبلي بتاعك فلو انت تقصد ان الارض طبعا لو الاسمبلي بتاعك نقطه الاسمبلي نفسها على حسب القطاع هيبتدي يحط لك القطاع بتاعك بنقطه الاسمبلي بتاعتك على البروفايل ده ودي ان شاء الله هنجعلها للبروفايل ايه او سوري في اثناء الايه اثناء الشغل على الاسمبلي ولكن الفكره كلها ان المسار ده او الخط اللي انا عملته ده آه الخط ده انا عامله بحيث يبقى هو طب الاسفلت ممكن لا ممكن يكون ده مثلا النقطه اول او طب مثلا البيس كورس يبقى انا كده ساعتها في الاسمبلي بتاعي هيبقى النقطه العلويه بتاعتي او نقطه الاسمبلي بتاعتي هتبقى هي عباره عن مين البيس كورس وده طبعا ان شاء الله هنرجع زي ما قلنا فين في الاسمبلي بعدين ولكن هو عاده بيبقى الاورلاينمنت اللي انت أو اساس البروفايل اللي انت عامله بيبقى التوب بتاع ايه الطبقات بتاعتك او طب الاسفلت ايه بتاعك حلو كده في تولز موجوده طبعا معانا اللي احنا ممكن نعمل ايه لو انا على سبيل المثال عندي بروفايل تصميمي اوريدي موجود في ملف اكسل بره طبعا ممكن عندي حل من اثنين يا اما بدخله بشكل يدوي يا اما بدخله مباشره من ملف اكسل خارجي طب بدخله بشكل يدوي ازاي هنا زي ما انتم شايفين في النص كده في علامه عليها علامه قلم رصاص صغيره بتضغط عليها وبتبتدي تدخل له الداتا بشكل يدوي لو هي خطوط مستقيمه فقط يبقى تبقى ستيشن اوف أو ستيشن اوليفيشن لكن لو هي فيها فيرتيكال كيرفز عندك هنا انواع مختلفه الفيرتيكال كيرف البرابولك ده اشهر واحد اللي احنا شغالين بيه اللي هو بتاعت تديله الستيشن والاليفيشن وطول الكيرف تمام كده طبعا لازم تديله ستيشن والاليفيشن وطول الكيرف لو مش موجود بتديله صفر وهكذا بتكتبهم له كل مره بتضغط انتر انتر انتر, انتر ويبتدي هو يرسمها لك على ايه على الرسم بتاعك لكن في الحاله دي انا عندي الملف بره في ملف اكسل خارجي طبعا ده ملف اخونا خالد انا عايز ال هنا وده طيب بس افتح ملف هنا معانا انا مجهز لكم ملف كده صغير اللي هو البروفايل ديزاين بروفايل اهو الملف ده كده حلو عندي الاستيشن الاولى الاليفيشن بتاعتي وطول الكيرف في الحاله دي ما عنديش طول الكيرف لان عاده احنا بنبتدي بخط مستقيم ما فيهوش ايه ما فيهوش كيرفات وبعدين الكيرفات بتيجي في مناطق تلاقي ما بين الايه ما بين الخطوط طيب مبدئيا يعني انا عايز اشيل من على الرسم فقط الخط التصميم اللي انا عملته ببتدي اضغط على البروفايل فيو وعند البروفايلز بقول له ايه الاف جي ده شيل لي علامه الصح وقول لي اوكي يبقى اتشال من على البروفايل ولكن موجود لسه موجود معايا هنا ايه على اساس هو ايه البروبوزل الاول البروبوزل الثاني اللي انا هجيبه منين هجيبه هنا فده كده احنا بنعمل بروفايل فروم فايل ازاي نعمل بروفايل فروم فايل مجرد ما بتيجي هنا على الخانه الفاضيه مثلا دي او دي ايا كانت الخانه بتقول له ايكوال معادله كونكاتينيت الصديقه اللذيذه بتضغط على كلمه اف اكس تمام وتقول له والله هنا عايز الاستيشن وبعدين هنا الفاصل ما بين الاستيشن والاليفيشن مش زي كل مره كما لا انا المره دي سبيس تمام لان البرنامج بيبقى لها سبيس وبعدين من هنا بنقول له اليفيشن وبعدين سبيس واخر حاجه اللي هو طول الكيرف حتى لو هنا فاضي مفيش مشكله وببتدي اسحب الداتا بتاعتي لغايه تحت كده وبعمل كليك يمين وبقول له ايه وبقول له كوبي تمام وببتدي مثلا على الديسك توب استاذنكم هنعمل ملف جديد كده على الديسك توب اللي هنسميه بروفايل بروفايل تمام وببتدي اعمل كنترول في وبقول له ايه سيف احفظها لي وبقول له اوكي يبقى إيه انا كده حضرت الداتا بتاعتي كده عباره عن ستيشن اليفيشن طول الكيرف دي نفسها اللي موجوده فين اللي موجوده هنا اهي ستيشن اليفيشن طول الكيرف يعني انا ممكن ادخلهم بشكل يدوي هنا افتح الملف في الاكسل جنب مني وابتدي نفس المعطيات اللي هنا دي ابتدي ادخلها للبرنامج بنفس الشكل أو إن أنا بستدعيها من بره بيبقى شكل أسهل، ولكن بتحصل ساعات مشاكل بسيطة كده، نشوف مع بعض. هبتدي استدعيها إزاي؟ تيجي هنا من قائمة هوم من بروفايل هتلاقي حاجة اسمها بروفايل فروم فايل، تمام كده بتضغط عليها. بيقول لك فين هو البروفايل ده؟ فبقول له أنا الداتا بتاعتي موجودة هنا، ملف التكست ده وبقول له أوبن. تمام؟ هتربطها بأنهي مسار؟ في الحالة دي هتربطها بالمسار اللي اسمه رود واحد، ومن هنا بختار له مين؟ برده نفس الشيء بقول له انسيرت، وبقول له هنا داش. fg 02 ده اللي هو الايه اللي, اللي هو زي البروبوزال الثاني مثلا وبقول له اوكي okay. بيقول لي الشكل بتاعه ايه فبقول له هو عباره عن ديزاين بروفايل طبعا بقدر اغيره في اي وقت بعد كده بيقول لي عايز تظهر عليها ليبلز ولا لا ففي الحاله دي بقول له اديني الليبلز كامله وبقول له اوكي okay. بيطلع لي ايرور زي كده ليه بقى الايرور ده ساعات الايرور ده بيظهر معانا ساعات في الاول او في الاخر فبيقول لي ان الاستيشن الفلانيه دي either outside of the baseline limit or within a gap created by station equation يعني ايه يا اما هي بره طول المسار اللي هي القيمه دي الاستيشن اللي موجوده دي يا اما دي فونتيد ستيشن ايكويشن فساعتها مش هيقدر يستقبلها منك من الملف الخارجي مجرد ما بقول له اوكي كده كان كان شيئا لم يكن وطلع لي زي ما انتم شايفين ايرور حصل ايرور كانت ادد ا فيرتيكال كيرف فيرست اور لاست مين بي في اي تمام كده يبقى هو كده حصل لي ايرور ان هو ما جابليش الملف ما استدعيتليش الملف فاحنا بنعمل ايه دايما كده حاول ان انت تشوف الاول مثلا على سبيل المثال تشوف المسار بتاعك بالظبط طوله كام تضغط على المسار وبتيجي في الديزاين ك... سوري في الستيشن كنترول بيقول لك طوله فعليا لحد كام؟ 12 سم و7 مللي 12 سم و7 مللي تمام؟ لان هو مبدئيا هنا بيظهر لك الـ الـ الكتابه الـ الكتابه اللي بتظهر مثلا مبدئيا اللي هنا دي كده زي ما انت شايف هو كاتب لك هنا 13 ولكن هو فعليا 12 و7 مللي تمام لو انا جيت في الملف هلاقي ان هنا مكتوبه كام 13 فغيرها 12 و7 مللي لا غيرها 12 قللها سنتي مفيش مشكله وهقول لك ازاي تعدلها بعد كده يبقى تقللها سنتي وبرده نفس الشيء لو لو ما ظبطش معاك زود سنتي خليها هنا ايه الاستيشن البدايه سنتي وبعدين نعدلها فين في البرنامج يبقى انا هنا هقلل دي سنتي هبتدي اخد الداتا دي ثاني اقول له كوبي كنترول سي وببتدي اروح على برنامج الـ سوري الـ ملف التكست بتاعي كنترول اي كنترول في يبقى انا كده عملتها اللي هي 12 تمام وبقول له فايل وبقول له سيف وبرجع تاني للبرنامج بقول له والله انا عايز اعمل استدعاء لبروفايل فروم فايل بختار له الفايل بتاعي اللي هو اسمه بروفايل وبقول له اوبن بيقول لي الاسم بتاعه ايه ساعتها بختار من هنا وبقول له ده اف جي 02 تمام وبقول له اوبن والنوع بتاعه اللي هو البروفايل وعندي هنا الكومبليت سيت اللي اكتب لي الكتابات بالكامل وبقول له اوكي طول ما ما طلعليش ايرور اهلا وسهلا يبقى كده هو استقبله مني نعرف منين بتيجي مباشره عندك في قائمه البروفايل هنا بتتابع على المسار بتاعك وتلاقي البروفايل بتاعك زي ما انتم شايفين في ورقه صغيره هنا يعني هو جايبها منين جايبها من فايل خارجي جايب الداتا بتاعتي دي من فايل خارجي مش فاهم الحته دي طب هرجع لكم الاسئله معلش في الشات هرجع لها تاني ان شاء الله بعد ما نخلص الجزء دي يبقى انا كده بجهز مين بجهز الملف عندي هنا ستيشن offset اليفيجن تمام واحاول اول ستيشن واخر ستيشن يكونوا جوه النطاق بتاع الالاينمنت بتاعي مش بره النطاق تمام ده رقم واحد ليه؟ عشان البرنامج يستقبلها في نفس الوقت زي ما انتم شايفين احنا عارفين اي بروفايل بيظهر جديد معانا في التصميم بيظهر مباشره فين؟ على الرسم ادي ظهر معايا الاستيشن بتاعتي البدايه اللي هي الصفر والنهايه هتلاقيها مكتوب لك كام؟ 12 ففي الحاله دي انا عايز اخليها كام؟ 12 و7 مللي بتضغط على المسار بتاعك او سوري على البروفايل بتاعك وتبتدي تقول له جيومتري اديتور تمام وبتضغط على علامه مين علامه الزائد سوري القلم الرصاص دي وبتزود بس هنا القيمه بتاعتك بدل ما هي 12 هتخليها كام 12 و7 مللي وبتقول له او ايه. غيرها بالفعل 13 لان هو بيحط بس هنا رقمين بعد العلامه العشريه ولكن هي فعليا 12 و7 مللي تمام كده يبقى انا كده عدلتها بالظبط على ايه على 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 اساس الايه التصميم اللي عندي وظهر التصميم بتاعي ما فيش مشكله يبقى انا كده عندي في المسار بتاعي عندي اثنين بروبوزال مختلفين ده البروبوزال الاول حبيت اقفل البروبوزال ده وافتح الثاني بقفل ده كده اهو وبفتح الثاني اللي هو بتاعي وبقول له اوكي بيظهر لي البروبوزال الثاني تمام كده يبقى انا ممكن اعمل كذا بروبوزال في نفس مين في نفس المسار بس الكتابات اللي تحت دي تابعه لاني بروبوزال لازم تاخد بالك لو انا هقدم مثلا البروبوزال اللي احنا جايبينه من البروفايل فروم فايل الحاله دي هقفل ده وافتح ده اللي هو الاف جي 02 يبقى لازم في البند اغير من هنا مين اف جي 0 ايه 02 بقول له اوكي عشان ايه يبتدي يعدل لي مين على المسار الايه على المسار الجديد اللي انا ايه او سوري البروفايل الجديد اللي انا عامله يبقى انا كده عملت بروفايل فروم فايل جبت الداتا بتاعتها ونفس الوقت اظهرتها على الرسم وعدلت فيها تعديل بسيط عشان اتفادى الايرور اللي ايه اللي ظهر لي معايا في الايه في الرسم تمام كده يبقى احنا كده عملنا بروفايل بصينا بصه سريعه على البروفايل نفسه والداتا بتاعه البروفايل نفسها من هنا اقدر ايه اظبط زي ما انا عاوز طبعا التولز بتاعه البروفايل موجوده عندي هنا زي ما احنا عاوزينها احيانا بيطلب معانا مثلا كمان ضمن المشاريع طلب مني انا عايز اشوف منسوب يعني انا دلوقتي عملت كده ده منسوب التوب الاسفلت عايز اشوف منسوب بوتوم الطبقات بتاعتي على بعد مثلا 85 سم من التصميم اللي موجود هل كده انا محتاج اغير حاجه او محتاج ارسم بروفايل تصميمي تاني لا كل ما هنالك ان انا باجي على القايمه دي تمام كده اللي هي كوبي بروفايل لو القايمه دي مش ظاهره مع حضراتكم بتضغطوا عليها وبتقول له اديت جيومتري اديتور تمام وبقول له انا عايز اعمل كوبي للبروفايل ده فبيقول لي انت عايز تعمل كوبي للبروفايل اللي انت مختاره اللي هو الاف جي بالفعل هل رينج معين ولا كل الرينجات فبقول له لا كل الرينجات واعمل لي بروفايل جديد تمام كده وبقول له اوكي لو احنا اخترنا هنا هنلاقي ان ده اسمه كوبي وجينا برضه بصينا في الداخل هنا كده على سبيل المثال بسم الله هو البرنامج طيب معلش هنعمل سيف بس كده حفظ هنا هو البرنامج هنج اقفل وافتح تاني البروفايلز طيب اهو حلو كده لو انا جيت اخترت من هنا وقلت له والله يوريني البروفايل فيوز عندي هنا في البروفايلز قال لي والله انت عندك الاف جي وعندك حاجه اسمها الاف جي كوبي يبقى اخذ نسخه من اللي موجوده تمام طيب النسخه دي هبتدي اعدل اسمها بس هبتدي من هنا ممكن طبعا تعدل اسمها من هنا لو انت اخترتها وقلت له ادي اسمها ايه اسمها كوبي فانا هسميها ايه داش سب جريد مثلا على سبيل المثال أنا على سبيل المثال هي البوتوم سب جريد مثلا وبقول له, ايه وبقول له ايه وبقول له اوكي يبقى كده الاثنين الالاينمنت او المسارين نفسهم هم هم ما اتغيروش البروفايل البروفايل التصميمي وهو البروفايل السب جريدي ولكن السب جريدي المفروض او البروفايل التصميمي 85 سم فساعتها بنيجي على الجيومتري اديتور وبنعمل هنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ ريز اور لور ريز اور لور بي في اي تضغط عليها وتقول له والله انا عايز اطلع فوق او انزل تحت على حسب القيمه اللي هديها له في الحاله دي بقول له ناقص 85 كام 85 سم وبقول له اوكي زي ما انتم شايفين ظهر معايا مين؟ ظهر الخط السفلي ففي الحاله دي انا مش عايز اظهر الكتابات اللي عليه بضغط عليه وبعمل كليك يمين واقول له ايديت ليبلز هو ما عليهوش كتابات ولكن عنده ستايل فيه خطوط دي انا عايز اشيل برضه الخطوط دي يبقى معدل الاستايل بتاعه بس ليس الا يبقى انا هختار الخط ده بروفايل فيو اللي هي البروفايل فيو دي واقول له اسف بروفايل فيو دي هو مش مختار البروفايل فيو ان هي دي سيلكت وبقول له ايديت ادي السب جريد بتاعي اهو بتعدل بقى الستايل بتاعه منين بتيجي على اليمين وبتلاقي الستايلات اللي موجوده هنا بتعدلها اي حاجه ثانيه مثلا اكزيستنج او لي اوت مثلا طبعا لي اوت ده بيبقى ليه الوان وليه حاجات كتير أي دي مثلا هنا الالوان بتاعته في حاله لو في لاين هيبقى لونه احمر في كيرف هيبقى لونه ازرق في الحاله دي هخليه كلهم مثلا لونهم اخضر اوكي في نفس الوقت ماركرز انا مش عايز ابين عليه اي ماركرز فبتبتدي تضغط الماركر دي اللي هي الايه الخطوط او ال 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 اوكي 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 زي ما انتم شايفين الماركر دي اللي هي الايه العلامه الصغيره دي ولكن برضو في عندي اكستنشن لاينز اللي هي زي دي كده دي برضو انا عايز ايه عايز اقفلها الاكستنشن لاينز اللي هي موجوده هنا بالظبط كده الاكستنشن لاينز برضو دول انا هقفلهم وبقول له اوكي اهو يبقى كده ظهر لي بس الخط بتاعي زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفينه عندنا كده يبقى ده خط مين خط البوتوم وابتدي اطلع له بيانات لو حبيت اطلع له بيانات آه. اتمنى كده العمليه تبقى سهله وبسيطه معلش هو اللي حد بيقول ان دي صعبه قوي في الريفت احسن لي لا والله هي انا هي انا اسهل بس عشان اول مره تشوفيها اكيد أيه اه اول مره تشوفيها بس طيب مبدئيا يعني نتوقف لحد هنا كده في البروفايل البر ونشوف شويه الايه شويه الـ بسم الله الرحمن الرحيم شوية الأسئلة لو في شوية أسئلة أنا لو عايز أوراق شوية معلش سامحوني قولوا لنا إيه الأسئلة اللي عندكم الله يكرمك يا باشمهندس لو حكمت نقرأ اللي في الشات ولا إيه طيب طب لو بصينا في الشبكه كده بسم الله الرحمن الرحيم يا ريت حد عنده تمبليت جاهز للبندات بتنسيق جيد يبقى كتر خيرك هحاول اعمل لكم طب واحد من اللي عندي وابعته لكم للبندات اللي تحت دي عشان دي ليها تنسيق وكده هبعت لكم اللي انا شغال بيه الاستاندر يعني بس ما فيهوش ما فيهوش شغل كتير بس يعني هتبقى حاجه مفيده بالنسبه لكم آه هو هو ممكن السطح ده يكون شبكه اه ممكن طبعا لو عندك شبكه ميه وصرف وده هنشرحها في ايام شبكه الميه والصرف مجرد ما بتضغط على الشبكه نفسها على سبيل المثال هتضغط على الشبكه نفسها وهتلاقي حاجه اسمها درو بروفايل درو درو بارتس ان بروفايل فيو تيجي معاك مباشره هنا دي ان شاء الله هنشرحها في الشبكات او ممكن حتى نفتح لك سريعا كده ملف في شبكات تقريبا عندي ملف فيه اللي هو ده كده اه زي كده أنا مثلا عندي شبكه على سبيل المثال الشبكه دي كده انا عايز اظهرها في البروفايل فيو اللي هي دي كده المجموعه دي كده مثلا واقول له هنا هتلاقي حاجه أه اسمها دروب بارتس ان بروفايل فيو بيقول لك فين البروفايل فيو بتقول له دي اهي تظهر لك مباشره الشبكه بتاعتك فين في البروفايل فيو هنا طيب رابط التسجيل درس مباني تبع ايش ده طبعا اللي هو الطريق نفسه ارض طبيعيه بالظبط كده طيب كان الله في العون اخر معادله ايه ايه دي العمليه اللي في الاكسل آه معادله كونكاتينيد معادله كونكاتينيد كنا شرحناها في المعادلات اللي فاتت دي معادله ربط اللي هي تجميع مجموعه خلايا قيم موجوده في مجموعه خلايا في خليه واحده بتساوي ايكوال كونكاتينيد تمام كده طبعا دي استخدمناها في الدرس بتاع الطرق آه ان احنا بنجمع مجموعه الداتا بتاعت الثلاث ثلاث عمدان دول مثلا مع بعض وبنحط فاصل ما بينهم او من غير فاصل على حسب ما انتم عايزين في الحاله دي احنا كنا واخدين الفاصل المره دي سبيس مثلا القيمه اللي هنا وبعدين سبيس وبعدين القيمه اللي هنا كده هو بالتالي جمع لي الثلاث قيم بتوع الثلاث خلايا دول في خليه واحده بحيث اقدر استخدمها طبعا احنا كنا استخدمناها في في النقاط بس كنا بنحط ايه كم ايهاب بيقول الحته الاخيره دي تاني هي اللي هي بتاعت ايه هي معلش قول لي انما من الملف يكون تصميمي واقدر اعمل استخراج من تول بوكس طيب كنت عبد الرحيم الموضوع دوت المره اللي فاتت طيب دلوقتي احنا عملنا بروفايل فروم فايل اللي هو الثاني تمام كده فلو جيت في التول بوكس وادي البروفايل وجيت قلت له انكريمنتال ستيشننج ريبورت ده عشان اطلع مناسيب على ستاندردز معينه ادي البروفايل الثاني اهو تمام كده اللي احنا جايبينه من فايل تمام ده اللي هو البروفايل فروم فايل وجيت هنا قلت له انا عايز اطلع مثلا كل 5 متر على سبيل المثال ماشي اتش تي ام ال ما فيش مشكله بيطلع اهو الريبورت عادي اهو عادي الاستيشن والاليفيجن ما فيش مشكله فيه انا مش عارف انت عندك في التول بوكس ممكن بقى انت في حاجه كان في الملف بتاعك ولكن من التول بوكس اهو ده ده اللي هو الاف جي اللي هو اثنين شغال ما فيش مشكله وطلعت الايه طلعت الداتا بتاعته ما فيش ايه ما فيش اي مشكله نفس حكايه التقرير بتاعه نفسه برضو يطلع نفس الفكره لو التقرير بتاعه ضن التقرير اللي هو بتاع الفيرتيكال كيرفز بي في اي وكيرفيت برضه بتاع رقم اتنين وقلت له كريت ريبورت ويطلع برضه التقرير ما فيهوش اي مشكله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم ده صعب قوي معلش احنا في الريفيت والله السيفل احلى بس تشتغلوا عليه شويه عشان زي الفل. هل ممكن ادخل شبكات على هيئه بروفايل زي ما احنا عملناها كده. شبكتنا نفسها عملناها منها ممكن الشبكات عامه الشبكات ممكن تعمل منها مسار وممكن تدخلها بعد كده تعمل له بروفايل ما فيش مشكله. شوانز عادل ازاي على البندات الراسي اللي هي ظاهره على اليسار اللي في الانفيشن البندات الافقيه اسهل بكتير طيب البندات الراسي هي عباره عن كتابات موجوده في الجريد نفسها لو ضغطت عليها وقلت له ايه ده فيو ستايل تمام اهي الفيرتيكال دي تمام عندك دي الكتابات ده حجم الكتابات على سبيل المثال دي الكتابات الاساسيه الرئيسيه اللي هي دي الكتابات السنوية مش مفتوحه يعني هتلاقي بعد كده هنغير الكتابه دي مثلا على سبيل المثال هخليها مثلا 10 رقم كبير عشان تبان على طول ابلاي زي ما انت شايف ظهرت معاك على الشمال يبقى ده التكست هايت اللي موجود اللي ايه اللي على الشمال محتوى التكست نفسه بتغيره من هنا لو حبيت تغير محتوى التكست او او الارتفاع سوري او اللون بتاعه او الشكل وما الى ذلك المحتوى هنا عمليه بقى اظهاره نفسه يعني احنا مثلا هنعمل تاني كده اللي هو ده هنصغر بس القيمه هنخليها اربعه مثلا تمام ونقول له ابلاي ده كده على الميجور الماينور لو الخطوط السنويه باينه وعايز تظهرها مفيش مشكله بتعدل الستايل من هنا واهم شيء بس في الديسبلاي انت عندك هنا الليفت اكسس اللي هو الاكس اللي على الشمال ده زي ما انت شايف الميجور هي مفتوحه لكن الماينور مقفوله هتفتح بس الميجور الماينور ويفتح معاك مفيش مشكله آه الف الف شكر العفو يا باشا لو البروفايل اتفجر وابعت على الكاد ازاي اقدر اخرج مناسيبه لا خلاص انت لازم ترجعه تاني لازم ترجعه تاني سيفل لان هو الكاد كله سنه وانت طيب بجد لا ما فيش بقى رقم يا ريت حضرتك عاوز اعرف بروفايل بقيم الكي فاليو فقط من غير طول هنا انت عندك في الـ في الجزئيه دي تقريبا السيركلر من الكي فاليوز الكي فاليوز عايز ادخل بقيم الكي فاليو طب والله دي سؤال لا دي اشوفها لك عشان ما جربتش ادخل بقيم الكي فاليو مره واحده. بس اثناء ال انت بص هترسم خطوط مستقيمه على سبيل المثال انا هلغي الكيرف اللي هنا ده اللي هو انتيتي اللي هو ده تمام لما بتيجي ترسم انت كيرف هنا مثلا فري كيرف بتوين تو تو لاينز لو انت راسم خطوط مستقيمه ما بين ده وما بين ده هو بيدي لك هنا تحت اوبشنز بيقول لك انت عندك تول كيرف ولا عندك كي فاليو ساعتها بتدي له كي فاليو من هنا وتكتب له القيمه اللي انت عاوزها يبقى انت هترسم خطوط مستقيمه وبعدين بتيجي من هنا وتقول له انا عايز اعمل فري كيرف ما بين خطين مستقيمين اللي هو الجريد ده والجريد ده تمام وبيقول لك ساعتها بتختار له هو في العادي بيجيب لك الريديوس الري... ال... بيقول لك اللي مش الريديوس سوري انا اسف بيقول لك الطول الطول بتاعه كام في الحاله دي لا بتختار له الكي فاليو بتقول له الكي فاليو مثلا بتاعتي 50 وانتر فبيرسم لك بناء على الكي فاليو ال 50 اللي انت كتبتها له آه... مصطفى كمال هو مصطفى كمال قال ايه انا ما والله مصطفى قلت لك حلت لك المصطفى سليما شاء ليه عمل بروفايلين تصميمين في نفس البروفايل ده عملت بروفايلين من تصميمين اللي لو قصدك اللي على دول دول انا عملتهم عشان يبين التوب والبوتوم مره ما كنت شغال في مشروع وطلبوا كده عايزين التوب بتاع الاسفلت والبوتوم بتاع الطبقات عشان يشوف برضو الطبقات ايه موقف لكن فعليا التوب هو بس اللي هنستخدمه مثلا كحسابات او كتصميم لكن البوتوم ده بس شكلا ليس الا او لو انت حبيت تعمل كذا بروبوزل في نفس الوقت ما فيش مشكله ممكن تعمل كذا بروبوزل ولكن هي الفكره زي ما انتم شايفين ان الخط دوت بروفايل بقى منفصل حتى لو انا غيرت الخط الاساسي اللي انا خدته منه كوبي ده بقى ما منفصل لازم ترجع تعدله تاني يعني احنا عدلنا هنا الكي فاليو هتلاقي المسافه الصغيره هنا مش زي المسافه هنا ساعتها لازم نلغي ده نعمل عليه ديليت كده ونرجع نعمله ايه؟ نعمله من جديد. طيب أه ممكن لينك تسجيل محاضره المحاضره كده كده بتنزل على الـ 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 اليوتيوب أه هو الصوت مو... الصوت واصل عندكم يا جماعه ولا لا؟ ايوه يا باشمهندس الصوت تمام طيب ماشي الناس اللي بتطلب رابط تسجيل والان 11 و10 ايه المطلوب؟ مش عارف والله لا هو الرابط هينزل بعد كده ان شاء الله البروفايل بالفروم فايل ما هذا اللي احنا شرحناها والله يا ايهاب مش عارف اه طب خلاص ماشي ما شرحناه يبقى تمام بخصوص البندات الرئيسيه انا شفت بروفايلات قصاد كل ارتفاع ليفيجن متغير في كتابها بص هي البندات ما فيش بندات رئيسيه البندات افقي فقط الرأسي ده بس الارتفاعات او على حسب المحتوى اللي موجود زي ما زي ما ضغطنا كده وقلنا له اديت بروفايل ادي في الـ في الفيرتيكال هنا وبتبتدي تعدل من هنا المحتوى عندك حاجه من اتنين يا دي يا دي بس انا ما اعرفش هي الثانية دي اساسا بس ده مثلا بروفايل فيو elevation خلاص بيجيب لك المنسوب من هنا يعني ده اللي موجود غير كده ممكن يكون بقى الكتابات الثانيه لكن البندات بتنزل تحت بس البندات ممكن ما تجيش في الجنب تقريبا لا هي بتيجي تحت بس فانا مش عارف صراحه يا مصطفى كمال قصدك ايه بالموضوع ده لو عندك صوره للموضوع ده يا ريت تبعتها لنا ونقدر نشوفها الف شكر هندسه المعذرة الله يبارك لك يا رب ايه دي المواد ما فهمتهاش وصلت ده بالمعادله ولا لا كنت شرحتها تاني كونكاتينيت بسم الله الرحمن الرحيم الاينمنت في جدول داخل الدروينج اه الاينمنت نفسه طيب هو الاينمنت لما بيطلع على سبيل المثال الاينمنت لو جيت انا قلت له انا عايز اطلع وبيطلع حاجه اسمها التاجز اللي هو الاد سيجمنتس اللي هي عناصر تمام كده وبختار مثلا alignment اللي هو اللاين واحد وبقول له اوكي وبقول له هنا هبتدي اطلع عليها ده اه اد تيبل لاين سيجمنتس سوري هو المفروض من التيبل هنا اد لاين هنا على اه احنا سوري ما عملناش سلكشن طيب يبقى هو ده كده وهبتدي اقول له انا عايز اد سيجمنتس تمام بقول له سيلكت طبعا الالايمنت هو لا هنا واخد الخطوه رقم صفر واحد لو خدنا بناء على الالايمنت كروس دايناميك طيب اوكي المفروض يطلع لنا تيبل ما طلعش تيبل غريبه المفروض بيطلع تيبلز بس هي الفكره طب ثواني كده لاين برضو طب خلاص خليني خليني جدول انا صراحه مش متذكر ومش مركز قوي في دي التيبل بس ان شاء الله المره الجايه اقول لك التيبل بيطلع ازاي انا يا حاضر مشكور مشكور بسم الله الرحمن الرحيم. على كده خلصنا ولا ايه يا شباب؟ حضرتك فيه سياب في بشمهندس ايهاب مصطفى رافع عيد اه ماشي اه باشمهندس السلام عليكم ورحمة الله اتفضل يا بيه محاضرة رائعة والله بارك الله فيك لسه ربنا يجازيك خير يا رب الله يخليك طلب طلب بسيط بس احنا انت عارف حضرتك ان البندات الخاصه بالبروفايل اه بتبين احترافيه في في الاخراج يعني فاهمني حضرتك لو في اه تمت بند خاص بحضرتك يا ريت يعني ترفقه بص هو اه يعني هو البند طبعا بتختلف حضرتك ان البند اللي موجوده في في البرنامج فيها من البساطه يعني بالظبط بص هو مبدئيا انا والله هي الفكره كلها ان تختلف البند من مكان للتاني على حسب المعطيات اللي بيطلبها مثلا الاستشاري او الجهه اللي هي بتتعامل معاك هو بس هو العادي كله مثلا على سبيل المثال اوري لك مشروع عندي كده سريعا آه بسم الله الرحمن الرحيم ثواني كده اشوف لك حاجه عندي عايز اشوف لك حاجه جاهزه يعني من ضمن المشاريع اللي كنت شغال عليها كان طالبين زي ما قلت لك القطع آه والردم وطالبين حاجات ثانيه كده لكن بس كده افتح لك ملف من عندي بسم الله الرحمن الرحيم هشام هنا <مصر> حاجة زي كده مثلا افتح يا ولد اه زي كده بص هنا مثلا كانوا طالبين الاستيشن والاكزيستنج ليفيجن والفينش ليفل تمام وبرده الاكسكافيجن ليفل اللي هو زي ما قلت لكم كان عايز مين منسوب الحفر طبعا منسوب الحفر كان فيكسد رقم او رقم ثابت ما بين ده وما بين ده تمام وبعدين تربين الهوريزونتال جيومتري والفيرتيكال جيومتري والسوبر اليفيجن كل اللي دي كانت تربينها مع بعضيها واخد بالك فدي كان الجهه طالبه كده في العادي انا ما بديش التفاصيل دي كلها بدي بس الاستيشن والإكزيستينج والفينش تمام ده في المشاريع العاديه ولكن ساعات بيطلبوا زياده فبنعمل الزيادات دي فدي ان شاء الله لو كده هنزل لكم الملف السيفل ده في البندات دي جاهزه ان شاء الله على طول تمام طيب يا حضرتك البشمانس احمد مجاهد اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا هندسه انا بشرف حضرتك الرائعه دي العفو بيه تحت امرك الله يبارك لك يا رب بقول لحضرتك دلوقتي لما يبقى مثلا انا الاينمنت انا عملته طبعا وعند ال جي ال كان عندي سيرفيس وكان عندي اديني هو اداني مناسيب تصميميه <applause> المناسيب التصميميه ديت انا عملت منها سيرفس تاني عشان اعرف اعمل ديزاين يطلع لي على على البروفايل مش محتاج كود ماشي مفيش مشكله قول المهم انا عاوز اطلع داتا على للمساحين تحت بحيث ان انا اديهم الاستيشن والاستيشن ده يكون واخد المنسوب تمام هو فانا كنت عامل زي شيت اكسل كده واخد المناسيب التصميميه الفينيش ومسقط منها ال 20 او الطبقات الاسفلت وطبقات البيس كورس والكلام ده حلو. فانا كنت بديهم من المناسيب بحيث ان هو يوقع الاستيشن وعارف المنسوب بتاعه كام على الاينت فكنت بعمل بجيب بعمل اجي اطلع نقط زي كده كنت بعمل ميجر للالايمنت هو كده كده واخد وبقول له اختار السيرفس الديزاين عشان يطلع لي المناسيب التصميميه تمام كان 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 شغل كده في طريقه تانية ولا هي كده كده تمام بص هو يفضل اصل بص انت عملت صح يعني خدت النقاط دي هو لك مثلا نقاط كل 10 متر المنسوب التصميمي بس مش اعطي لك فيرتيكال كيرف وما الى ذلك صح يعني اعطي لك جدول زي اللي تحت كده اي تمام حلو هو بص انت عندك كذا حل كان ابسط حل ان انت تكتب الداتا دي في الاكسل مثلا على سبيل المثال وتدخلها بروفايل فروم فايل زي ما احنا عملنا كده ولكن ساعتها انت هنا كله هيبقى زيرو فيش مشكله هتسيبها فاضيه زي ما هي وتقول له بروفايل فروم فايل هرسمها لك كلها عباره عن خطوط مستقيمه مع بعضها واخد بالك تمام حلو كده وبعدين تبتدي تطلع على الريبورت عندك وتقول له انا عايز اعمل ايه اللي هو الـ الـ زي ما قلنا الالاينمنت لو انت هتطلع الاحداثيات ايست ونورث اللي هو الانكريمنتال ستيشن ريبورت كده تطلع الايست ونورث حلو والزد هتيجي برده في البروفايل انكريمنتال ستيشن ريبورت اكسكيوت هتلاقي مين هتلاقي البروفايل اللي انت دخلته زي ده كده موجود هنا عايز كل كام كل 3 متر خلاص يطلع لك كل 3 متر 5 5 10 10, 10 زي ما انت عاوز كده ما كنتش حين انت محتاج كده انت ما كنتش محتاج تعمل ايه تعمل سطح للايه للداتا دي تمام يا هندسه ربنا ولو هي موجوده على الرسمه ولو هي موجوده على الرسمه على سبيل المثال للحصر اعمل لك تكست انا كنت شرحتها هبعت لك بص ادخل على القناه عندي استاذنك هتلاقي مجموعه دروس كده بسيطه اسمها مشاريع طرق اسمها مشاريع طرق بسم الله الرحمن الرحيم اي مشاريع طرق تمام كده هستاذنك تتفرج على اول فيديو في يوم اللي هو تحويل المسار والبروفايل من الاوتوكاد ده كان مشروع اوتوكاد حولناه من الكاد للسيفل من ضمنها ان البروفايل كان جاي مكتوب تحت بس كده فاخدنا الكتابات اللي تحت دي وحولناها ودخلناها للبتاع ممكن تدخلها بروفايل فروم فايل او تدخلها كسطح او ايا كانت الطريقه ولكن الداتا اللي تحت ممكن تعملها تسلم تسلم يا هندسه ربنا يخليك. العفو يا فندم. العفو في حاجه ثانيه بعد اذن حضرتك بس. اتفضل يا مش عارف ممكن حضرتك عشان لها المره الجايه ولا ايه بس ايه حاجه يعني كانت قابلتني يعني. دو ايه. طبعا احنا عندنا السيرفس الان جي ال وانا كده الالايمنت ظهر معايا في البروفايل. تمام. وجيت رسمت اللي هو التصميمي القطاع التصميمي بتاعي زي ما حضرتك رسمت بالظبط. تمام. لما اجي احسب الكميات. طبعا يعني هو بيطلب مني اثنين سيرفس يا اما سيرفس وديزاين صح؟ تمام انا كده كده عندي السيرفس الان جي ال السيرفس الثانيه بدخله له بص الب... حاليا دلوقتي الوضع اللي انت شايفه ده انا ما ينفعش احسب كميات ليه؟ لان انا هنا ما عنديش عرض طريق واخد بالك؟ ما حبيب. عنديش سطح ما... انا عندي هنا بروفايل تصميمي لكن مش سطح تصميمي تفرق بروفايل تصميمي يعني انا عندي الخط الالاينمنت نفسه بقى ليه شكله تصميمي ولكن يمينه وشماله ايه شكلهم معرفش ميونه كام معرفش لان لسه ما حددتش الباقي فلازم البروفايل ليس كافي لحساب الكميات لازم تعمل الشكل الثلاثي اللي هو انت على سبيل المثال انت بتعمل طريق لا يبقى تعمل الاسمبلي وتعمل الطريق بتاعك عشان يدي ايه يدي الشغل بتاعك ثلاثي ابعاد او ان انت بتعمل حاجه على سبيل المثال حاجه كده بسيطه لو انا عندي المسار بتاعي زي ما انت شفته كده عملت له خلاص تصميم تمام بتيجي تعمل آه لو انت عايز حاجه بس مبدئيه سريعا يعني, يعني بتيجي تعمل فيتشر لاين فروم الاينمنت تعمل فيتشر لاين فروم الاينمنت وبتختار الاينمنت بتاعك ده تمام وبيقول لك انهي منسوب سطح انت عايزه فبقول له اديني سطح التصميم اللي انا عامله تمام واعمل لي حاجه بسيطه اللي هو فيها حاجه بيقول لي دايناميك لينك فبقول له لا مش عايز دايناميك لينك وبقول له اوكي فعمل لي هو ايه وأنا بقول له المسافه اوكي عمل لي فيتشر لاين من الالاينمنت بتاعي واخد نفس مناسيب التصميم بتاعتي واخد نفس مناسيب التصميم بتاعتي فيتشر <تصميم> لاين بالتصميم اللي على البروفايل بالظبط كده ساعتها تاخده اوفست يمين وشمال الاوفست اللي هو ستيبد اوفست بحيث لو انت عايز تعمل ميول يمين وشمال تعمل ستيبد اوفست مثلا 10 متر يمين بستوب ناقص 5 وناقص 5% و... ونفس الحكايه الناحيه الثانيه بقى عندك ثلاثه مثلا على سبيل المثال انا هعمل ستيبد اوفست اهو مسافه 10 في 10 لجوه هنا مثلا بجريد ناقص خمسة حلو كده وبرده نفس الناحيه الناحيه الثانيه بجريد ناقص خمسة يبقى عندي ثلاثه فيتشر لاين اهم الثلاثه فيتشر لاين دول زي الباشا تحطهم في سطح يتعمل لك سطح سطح تصميم وتحسب كميات ولكن ده حاجه مبدئيه واخد بالك حاجه ايه مبدئيه تحسب بيها لكن الفعليه لو انت عندك طريقه عايز تحسب يبقى بفضل تعمل الحركات اللي هي الالايمنت والبروفايل والاسيمبلي والكوريدور بنعمنا بقى هو اللي يطلع لك كل شيء بعد كده تسلم هندسه ربنا يخليك ربنا يخليك معلش هو في سؤال بس من عشات عند عبد الرحمن عبد الرحيم مصطفى عبد الحمادي ال الريبورت اللي هو الديفرنس يا يعني عبد الرحيم لو قلنا لها اكسكيوت انت عندك هنا ده سطح التص... الاراضي الطبيعيه وهنا التصميم فالتصميم الاف جي الاف جي الثاني اللي احنا كنا جايبينه اهو فانا هقارنه بمين؟ هقارنه بالان جي ال الان جي ال وادي الاف جي الثاني واهم شيء ممكن بتشيل دول وتخلي بس الريجولار انترفال انا عايز كل مثلا كل متر مقارنه ده سطح مقارنه سوري هيديني مقارنه ما بين السطح التصميمي وما بين الارض الطبيعيه اللي تحتيه مجرد ما بقول له كرييت ريبورت وبقول له اوكي okay. بيبتدي يظهر معايا الريبورت بالشكل التالي اهو بيديني النقطه الاولى استيشن بتاعتها صفر الايست والنورثين كام المنسوب على الاكزيستنج كام والمنسوب على التصميم كام والفرق ما بينهم كام فالريبورت بيطلع برضه هي كل مره بس بتحدد محددات الريبورت اللي بتاعتك من هنا شيل بقيه الحاجه وخلي بس الريجولار انترفال يطلع لك الانترفال بتاعك زي ما هو مظبوط ده في حاله مقارنه ما بين ايه ما بين آه ما بين التصميم والارض الطبيعيه ايه تاني عندكم يا شباب في حد تاني معانا ولا كده خلاص هو هل حد محتاج اي سؤال تاني يا جماعه عموما انا شايف مفيش اسئله يبقى شكرا طيب واحد بيسال بس يقول لي كيفيه تنزيل النقاط موجوده في الموقع وعايز اربطها على تصميمي على البروفايل او عايز اربط عليها تصميمي على البروفايل حاضر هي بس هي الفكره كلها احنا عايزين نعمل نقطتين ثلاثه هنستاذنكم كده بس نعمل نقطتين ثلاثه سألتوا <applause> اه ادي السطح بتاعي هعمل نقطه هنا اوكي انتر هنا اوكي هنا اوكي طيب انا عندي دلوقتي مثلا على سبيل المثال الثلاث نقاط دول ده طبعا كنت هشرحها ان شاء الله في الفيديو الجاي عايز اظهر اي عنصر سواء نقاط او بولي لاين او 3 دي بولي لاين او ايا كان عايز اظهره على البروفايل فيو مجرد تختار البروفايل فيو وبتبتدي تقول له انا عايز اعمل ايه بروجكت اوبجكتس تو بروفايل فيو يعني هات لي اوبجكت اللي هي عناصر على البروفايل فيو مجرد ما تختارها بيقول لك ايه هي العناصر اللي عندك فبتختار له ده وده وده الثلاث نقاط دول بقول له اوكي قال لي والله انت انا شفت ثلاث نقاط كوجو بوينت الستايل بتاعهم بيزك والمناسب هيجي بمناسبهم والليبلز بتاعتهم اللي هي الكتابات طبعا دي ممكن بنعدلها في اي وقت فيش مشكله مجرد ما بقول له اوكي نروح كده على المسار بتاعي هلاقي ان الثلاث نقاط ظهروا معايا اهم النقطه الاولى النقطه الثانيه النقطه الثالثه لو لغيتها من هنا سوري لو عايز تتعامل بقى معاها وبعد كده توصل ما بينها تصميمي مثلا تبتدي تعمل تصميم جديد مثلا على سبيل المثال كده وتبتدي توصل ما بينهم خطوط مثلا مستقيمه كده 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 يبقى كده عمل لك ايه؟ عمل لك تصميم بناء على النقاط اللي موجوده على الرسم عندك طبعا يكون على شرح ان شاء الله الايه الدرس اللي قادم اتمنى نكون كده احنا وفينا وكفينا تمام يا باشمهندس الله كده ان شاء الله مفيش اسئله جدا لحضرتك والله العفو بي. بيه العفو بيه تحت امركم الله يبارك لك يا رب ان شاء الله الحاجات دي هتبقى مسجله وتنزل معاكم على اليوتيوب برده في نفس الشيء في اللينك بتاعنا زي ما احنا عارفين روابط المحاضرات يعني ان شاء الله برده لما تنزل على النت هنحط لكم الرابط هنا وهنحط لكم الملفات اللي اشتغلنا عليها برده هنا ان شاء الله